أعزائي مشاهدي الفضائية القبطية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في النهاردة 6 أكتوبر. هننقل لكم احتفاليات الشعب المصري بالسادس من أكتوبر، وفي في نيويورك النهاردة عاملين تظاهرة حب أيضا احتفالا واندماجا شعوريا مع المجتمع المصري اللي هم ما غابوش عنه أبدا، وبالقلب وبالروح حاسين بكل المصريين هناك. وهيكون النهاردة في تظاهرة حب أيضا من نيويورك، ويقودها مجموعة وطنية من الشعب المصري الحقيقي، وبيعبروا عن شعورهم تجاه الشعب المصري، وإن هذا اليوم العظيم لابد أن يكون عظيما في كل ذاكرة المصريين، إلا أن طبعا في حاجات يمكن تكون حصلت من إخواننا بتوع الإخوان، في حاجات كتيرة قوي هنقرها لكم من الأخبار من الصحافة المصرية، وهنحلل ليه ده بيحصل، وهل هناك في نظريتين للتعامل مع هذا الموضوع، منهم نظرية يمكن رافضينها تمرد والشعب المصري، ونظرية تانية بيوافق عليها السياسيين. أما النظرية الثالثة صاحب مقترح إن هم الدخول في الحياة السياسية، فأعتقد إن رجالاتها رحلوا، ويمكن واحد منهم دفع الثمن إنه تعرض لطعنات من الإخوان نفسهم في الشارع، وطبعا حضراتكم عارفينه. اللي أنا عايز أقوله النهاردة، هذا اليوم تاريخي، سواء حدث فيه فعلا ما يعكر الصف أو لم يحدث ما يعكر الصف، اليوم ده بتاع المصريين، بتاع المصريين والمصريين فقط. كل من يحاول أن يعكر صفو هذا اليوم والاحتفال بهذا اليوم استعادة كرامة الشعب المصري هو ضد هذا. استعادة الشعب المصري لوطنيته، لرؤيته، لحضارته، لذاته، لآماله، كل ده اللي ضد ده مش مصري. ولابد أن نعرف أن من المصريين نفسهم في مؤامرات تحاق عليهم، تحاق لهم من الداخل، أيا كان هل هو فعلا مؤمن بهذه الفكرة أو منصاع ليها، دي مسؤولية الدولة وأيضا الشعب المصري، وأيضا الشعب المصري، لأن عندنا أكثر من 30% أو 35% لا يجيدون القراءة والكتابة، وكلهم طبعا كمان السن الكبير اللي فوق ال 45 وال 50 سنه بتلاقيهم قاعدين على القهاوي في القرى والنجوع والميادين العامه في المحافظات كلها، والفكره بتنقل طالما كانت بتنقل باسم الدين، باسم الثقافه الدينيه، من ملتحي وجلباب، من ملتحي ومتمرس في هذا الخوض في هذا المضمار، ومفيش في المقابل شيء تاني. طبعا وزاره الاوقاف مشكوره ابتدت تحدد الدعاء في الجمعه، ولكن الناس المصريين ما بيسمعوش افكار بس يوم الجمعه او في خطبه الجمعه بس، اللي انتم مش قادرين حتى الان يعني مش عايزها تبقى موجهه، لكن في الاخر خالص هتبقى من مبادئ الاخلاقيات العامه اللي المصريين اساسا ابتدوا يفقدوها في التعامل بينهم وبين بعضهم. يعني ما يحدث في الشارع المصري الان ان في يعني طبعا الصوره مش عامه، ولكن مختلف البقاع، وانا يمكن قلتها قبل كده ان الاخوان او التيار الاسلام السياسي لا يملك من ارض مصر الا بعض بوينتس بسيطه جدا، لكن بيستطيع ان يؤثر بها حتى على الاعلام العالمي، علامات استفهام اين الاعلام المصري في ايجاد الايجابيات. يعني احنا تملي لما بيبقى في ايجابيه موجوده احتفاليه ما فيهاش اي حاجه ما نجيبهاش، نجيب اللي عليها المشكله، لان هي دي اللي تهم الشارع المصري، المشكله ده حصل في الحته الفلانيه، ده حصل في الحته الفلانيه. مع هذا الخضم من الاحداث الاخباريه اللي احنا ساعات بنقع فيه كاعلاميين، لكن في ذات نفس الوقت يعني لابد ان نظهر الصورة الإيجابية في أماكن أخرى كثيرة، لأن الشعب المصري يمتلك كل أرض مصر، أما الشر اللي موجود يمتلك أو لا يمتلك، هو بيحاول إن هو يصنع شره في بعض نقاط معينة. النهاردة مثلا في الدقي، في رمسيس، في شبرا الخيمة، حاجات كده، في الإسكندرية في بعض مناوشات، في كمان في المحلة، في جزء بسيط في الغربية نفس الوضع، في أماكن مختلفة هنلاقيهم كلهم 10 12 بقرة. يعني لو كل بقرة فيها 100 مثلا، 100 في 12 يبقى ب 1200، 1200 واحد ممكن يصنعوا 12 حدث في مصر، ويبقى الحدث بيبان ان هو كبير لكن هو في الآخر لا شيء.
ليه بقى؟ لان الاعلام تملي بيركز على السلبيه اللي بتحصل، حاجه حصلت في الدقي يجري على الدقي، حاجه حصلت في يجري على، انما الاحتفاليات لابد ان برضو تتجاب في النص كده، وما يبقاش كل اللي بيحصل هو بس سلبيات فقط، لان هم عايزين ده، هم عايزين ده، وعايزين يظهروا للعالم كله ان انا مش داخل في العمل السياسي، مش داخل في الحفله اللي انتوا عاملينها، فاكرينها حفله يعني الوطنيه وحب مصر، وفاكرينه حفله تقسيم تورته، هي مش كده يعني، اللي فاهمه كده هو خلاص دخلت في دماغه كده، لكن هي مش كده، هي وطنيه هو مش متعلمها، هي حب خالص لمصر هو مش متعلمه، حب الافراد مش متعلمه، هو يجتذب الافراد، يضحك على الافراد، يلعب بالافراد، ينهب صوت الافراد، يلعب بالشعب، يمسك حكومه وهو ما عندوش كفاءه، يمسك رئاسه دوله وهو ما عندوش كفاءه انه يديرها، بهذا النصب السياسي والنصب الاجتماعي والنصب الديني اللي حصل في مصر في خلال السنتين ونص اللي فاتوا. مش هضيع فرحه النهارده واقول احنا بنهنئ الشعب المصري العظيم بانتصارات اكتوبر المجيدة، او بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، وبنتمنى مزيد من الانتصارات في مجالات الاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والرقي بالانسان المصري ليأخذ مكانته. خلاص بقى كفاية، المصري خلاص لازم ياخد مكانته، يا حكومة المصري لازم ياخد مكانته، يا دولة المصري لازم ياخد مكانته، يا رئاسة الدولة المصري لازم ياخد مكانته، يا مؤسسات الدولة المصري لازم ياخد مكانته. الشعب مش هو، الشعب عليه ان هو بيغير، بيجيب الحاكم ما بيطلعش كويس بيغيره، يشكر الشعب لغاية كده يشكر. المسؤولين عن الإدارة بقى لابد من تأسيس مؤسسات قوية لاتخاذ قرار في الوقت المناسب، ما يكونش متأخر، وما يكونش يعني لو كان متقدم للمصلحة العامة ده يبقى كويس قوي، يعني الاستراتيجية دي مش عندنا، لكن على الأقل على الأقل ما يتأخرش، على الأقل ما يتأخرش، يبقى القرار طالع في الوقت المناسب. أما القرار المتقدم باستراتيجية متقدمة بعلوم معينة دي يمكن قدامنا فترة، لكن هنوصل لها لو إحنا على الطريق الصحيح. كمان عايز أقول للشعب المصري، مش أصبر بمعنى أصبر، لا لا تصبر إلا إن ترى قرارات، يعني في قرار بيوصل لقرار، يعني إن لو أنا طالب زيادة 50% مثلا، يعني ده مثل ملوش علاقة بال، لو طالب زيادة 50% لو جات 10% على مدى 5 سنين اوكي، يبقى في استراتيجية معينة لتحقيق الرغبة، لكن لابد ان يكون في دليل واضح ومحدد للشعب المصري يعرف بيه ان هو ماشي في الطريق الصح، يعرف بيه ان مصلحته هنا، يعرف بيه ان نائب مجلس الشعب اللي جاي مش هيشوفه بس بالزيت والسكر والوعود وتوظيفه والكلام ده، واول ما يركب الكرسي ملوش دعوة بيه، لا لازم يبقى مكتبه مفتوح دايما، مش لحل المشاكل، لا لاستعراض مشاكل المجتمع، حل المشاكل دي مع المجلس المحلي، ولابد ان يكون متفاعلا مع كل المؤسسات بتاعه الدوله اللي موجوده، سواء قوه تنفيذيه متمثله في الشرطه وبعض عناصر الجيش الان بتساعد الشرطه، وايضا في السلطه القضائيه، لان السلطه القضائيه الان ده لها وضع خاص الان وليس من قبل او من بعد. السلطه القضائيه اما ان تنفذ او تصدر اوامرها بتنفيذ القانون وسياده القانون على الكل دون استثناء. دون استثناء دي يتحط عليها 100 علامه استفهام. هل الاستثناء هنا هو اللي بيؤدي للشعوب الى الانحدار؟ طبعا. 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 طبعا وبكل المقاييس. سياده القانون ان ما كانتش تتطبق على الجميع، على الغني كما الفقير، على الشيخ كما للشاب، مع مراعاة طبعا روح القانون، يعني دي بتاعت القاضي، احنا سايبينها للقاضي، ولكن القانون ينفذ على الكل. انما يبقى عندك النص واحد والجريمة واحدة والاحكام مختلفة، واحد ياخد براءة واحد ما ياخدش، في تمييز هنا، هل التمييز ده عنصري، التمييز ده ديني، هل التمييز ده اجتماعي، لابد ان القضاء ياخد حذروا من هذا. كمان في حاجه تانية، يعني انا شايف على ساحات الاعلام ان في خناقه بين جامعه النيل وجامعه زويل، ده انتوا لسه في البدايه. امال لما تبقوا صريحين عالميين هتعملوا ايه؟ لما انتوا اساسا
موجودين من اجل خدمة المجتمع والشعب المصري. لما بتبدأوا بمعركة حوالين البيروقراطية اللي موجودة في مصر حلها سهل، جامعة النيل ملهاش حق في زويل، على طول يطلع قرار من رئيس الوزراء بتخصيص ارض لجامعة النيل على انها تدفع ثمنها المشكلة وتتبني، والجيش عرض ان هو ممكن يبنيها في خلال 5 أو 6 شهور، بقالنا سنة وشوية في الموضوع ولم يتحرك ده او ده، ان ده يبني ولا ده يبني ولا ده يحل الموقف ولا ده ما يحلش الموقف، بقالنا سنة. وطبعا القضاء زي ما احنا عارفين، القضاء الاداري والقضاء المدني يعني ايدك وثلاث اربع خمس سنين، ده ان حكموا في النزاع يكون الطلبة دول اتحلوا للمعاش. فاحنا لما بنبدأ حاجة كويسة يعني مش عارف، يعني احنا عايزين مين على رأس هذه المؤسسة؟ الدكتور ابراهيم بدران، وعلى رأس هذه المؤسسة الدكتور احمد زويل، وهم اجلاء يعني حاجة بنعتز بيها. فمش ممكن يكون الخناقة كمان بين الصفوة، ما ينفعش ما ينفعش. انت تريد خيرا للشعب المصري، مين اللي حاطط لك العراقيل؟ انت شيلها، شوط العراقيل دي اقعدوا مع بعض شوفوا ايه الحل. ارض تانية، ما هي مصر مليانة صحراء، هي مصر ناقصة اراضي فاضية؟ وعندك امكانيات وعنده امكانيات، ويقول لك ده 90 مليون وده 100 مليون وده 150 مليون، ما هي فلوس الشعب في الاخر، فلوس الشعب جايبينها علشان تصرفوها في القضاء. مستشار اعلامي قصاد مستشار اعلامي، رئيس مصلحة اذا كانت مدنية ولا حكومية قصاد رئيس مصلحة من هنا، ويبتدي بقى طب وفين المشروع نفسه؟ يعني فين الإدارة الحكيمة اللي تلم المواضيع دي كلها بقرار سياسي حكيم يحسم الأمر؟ يعني في 600 طالب من هنا، وفي أعتقد ده بتحوالي 800 أو 900 من هنا، والفرق بين العلم البحثي والعلم التطبيقي أيا كان، هو طبعا مصر ما فيهاش لا ده ولا ده، فكويس إن يبقى فيها الاتنين، ده حلو قوي وده جميل. والمفروض إنهم كمان ما يعتمدوش على أفراد فقط، لأن الأفراد لا تصنع علما حتى لو كانوا علماء. أستعين بمؤسسات، أستعين بتبادل خبرات. نرجع ل 200 سنة فاتوا، محمد علي ما كان بعت ناس من مصريين، بعت ناس مصريين يدرسوا بره، جابهم استفاد بيهم جزء كويس، جاب ناس من بره يدرسوا، بعت ابتدى يبعت بعثات متبادلة، شوية يجوا هنا يدرسوا، شوية هناك يروحوا يدرسوا، لغاية لما أسس الدولة المدنية الحديثة من محمد علي 200 سنه. اللي عايزين يلغوها دلوقتي لا، مشيت صح، يمكن في اخطاء في النص سياسيه وحكاميه، لكن في الاخر خالص الدوله كانت ماشيه كدوله، لان المجتمع الشرقي لم يعرف معنى الدوله الا من عهد محمد علي. ما كانش في دوله قبل كده، ما حدش يقنعني ان كان في دوله، ما كانش في دوله، كان حرب عصابات، اللي يقدر من غلب فنحن معه، وده ده فقه موجود يعني، مش هنستخبى فيه او مش هنستخبى وراءه. فيعني الموضوع مش عافية. الدولة لها مقاييس، انت خدت الدولة من اوروبا، خدتها من امريكا، خدتها من الدول المتقدمة، وعارف النتيجة هتوصلك لفين، فانت ماشي في الدولة. عايز تعمل دولة متفردة زي اللي فاتوا، مفيش. اديني مثال، عمر اللي فات ما يقدر يحكم اللي جاي، لازم اللي جاي. يعني ممكن تبقى دولة متطورة برؤية جديدة، برؤية في المستقبل لم تحدث من قبل، انما ما تجيبش من الماضي وترمي على كتاف الحاضر وتقول لي هو ده اللي موجود. فيعني رفقا بمصر وحبا في مصر، المشاكل اللي هي بين الصفوة تختفي تماما، لان الشعب هو اللي بيتحمل نتيجتها. احمد زويل بيجيب فلوس المشروع منين؟ من المصريين، من التبرعات. طبعا معه صفوة من العلماء، مجدي يعقوب طبعا مع احتفاظ بالالقاب، ومحمد غنيم، ومن خيرة العلماء في مصر. ولكن اهم شيء هو تبادل البعثات، وده امر سياسي، سياسه تشتغل، وزاره الخارجيه تشتغل، جامعه هارفارد، جامعات امريكا، في اليو سي ال اي، حتى في الجامعات العاديه ممكن تبعت طلبه، وتاخد من الطلبه دول، مش تبعتهم وتسيبهم، تبعتهم وتتولاهم في لما يرجعوا، وكل التقارير اللي بيقدموها لك يؤخذ بيها. يعني افتكر مره ان انا دخلت دوره مديرين ادارات في مصر، والتقرير اتاخد بيه كل حاجه، بس اتشال الاسم وتحط حاجه تانية. يعني اتشال اسمي انا مثلا، او اسم اللي مقدم التقرير، وتحط مدير مركز مش عارف ايه على نفس التقرير اللي بيتنفذ. طبعا ممكن يكونوا غيروا بند ولا اتنين في التقرير. الامانه العلميه تقتضي ان الطالب اللي انت بعته
يدرس ويعمل تقرير لما يرجع ياخد حقه، وهو ده اللي هيحفظ لنا كرامتنا كمصريين. معنا على الهاتف الأستاذ فوزي هرمينة. مساء الخير يا أستاذ فوزي. مساء الخير يا أستاذ، وأنتم طيبين. كل سنة وأنت طيب. و6 أكتوبر النهاردة ده يعني بيفكرنا كلنا بالعبور من الأزمة النفسية اللي كنا فيها بعد 67 والهزيمة المعنوية قبل الهزيمة العسكرية اللي صنعها فينا العدو التقليدي طبعا، وإن كانت رقبة المصريين كلها شبه مكسورة إلا إن الشعب المصري رفض ده، ومن أول لحظة قال هنحارب ونسترد كرامتنا كعادته، والجين الحضاري تفاعل مع الشعب المصري وخرجت الملايين وبتقول له هنحارب هنحارب ولا تتنحى، وفعلا هو الشعب المصري اللي أدار معركته بكل الكفاءات اللي موجودة، وأكبر القادة السياسيين على إن الجيش يقوده قادة سياسيين ومخططين على أعلى مستوى ليتمكنوا من العبور في 6 أكتوبر 73. هذه الملحمة تقول عليها للشعب المصري ايه؟ والذين يريدون تشويهها اليوم بصور او بؤر اجرامية موجودة يمكن 12 او 14 بؤر على مستوى الجمهورية يمكن الاعلام بيركز عليهم، هم غير صحيح تماما انهم هيلغوا احتفال الشعب المصري، لكن برضو نقول كلمة للشعب المصري النهاردة بمناسبة 6 اكتوبر، وايضا الرد على هؤلاء البؤر الفسافس اللي زي ما بيقولوا التي لا ترى بالعين المجردة، لازم يبقى في منظار اعلامي عليه. اتفضل يا استاذ فوزي. ومن محاسن الصدف الاحتفال 6 اكتوبر السنه دي يعتبر احتفالين، احتفال بالنصر العظيم على الجيش الاسرائيلي الذي كان يقال له انه جيش لا يقهر، والاحتفال الثاني بتحرير مصر من الهكسوس الوهابي الفاشي الاخواني. فالفرحه فرحتين، ولذلك تلاقت الأهداف مع الصهيونية العالمية وإسرائيل مع الإخوان المسلمين في إفساد فرحة الشعب المصري بهذا النصر العظيم، نصر 6 أكتوبر والعبور وتحرير سيناء، والنصر تحرير مصر من العصابة الفاشية الدموية الإرهابية الإخوانية والمؤلفة قلوبهم التي تدور في فلك جماعة الإخوان المسلمين. طبعا التجربة أثبتت أن الجيش المصري جيش وطني من أخمص قدمه إلى شعر رأسه، والجيش المصري صلح أخطاء المجلس العسكري السابق. هذا المجلس العسكري كلنا نذكر أنه كان فاسد ومترنح أمام الإخوان، وسلم البلد تسليم مفتاح إلى الإخوان، وها هنا مجلس يرى أخطاء المجلس العسكري السابق بقيادة طلقاوي عنان. أنا أبطال بمحاكمة سامي عنان رئيس الأركان ومحاكمة المشير طلقاوي، وكلنا نعرف التصريح الخطير الذي أنت به المهندس نجيب ساويرس اليوم أنه عنان استدعاه من الخارج بعد ما جزاك محمد محمود وقال له قناة ام تي في شن هجوم جامد على الاخوان، فيا ريت تلطف معهم وتظبط امورك معهم. هذا هو عنان الذي يريد ان يترشح رئيس الجمهوريه، وثبت فشله وخيانته وامانته للاخوان. ولكن يشاء سميع العليم الرب القدير ان يرسل لنا رسولا وهو الفريق السيسي. اتى في الوقت المناسب والزمن المناسب والعصر المناسب لإنقاذ مصر، لأنهم هم كانوا يقولون أتينا لنحكم 500 سنة، في خلال سنة دمروا مصر، دمروا مصر. الذي أفسده مبارنا أفسده الأخوان في عام فقط. عموما الشعب بالتجربة أثبت أن أي تنظيمات تستخدم الدين في التضليل السياسي سبب خوائها وفشلها، وبدأ الشعب يموق وبدأ الشعب يقاوم مع الجيش. ولكن مما يؤسف له أن الحكومة التي أتت التي تعتبر حكومة ثورة هي حكومة خادعة مفترئة. ما أنا عايز أقول لك حاجة هنا يا أستاذ فوزي، في بعض الناس سمعني، في بعض الناس اللي هم أدلوا بآرائهم حوالين اختيار الحكومة كانوا عايزين حكومة بعيدة تماما عن أي توجه سياسي،
ما قدروش طبعا انهم يعملوا ده، لكن في بقى في اغلب الوزارات جابوا تكنوقراط. اختلف مع حضرتك، الحكومه لها توجه سياسي بيحركها بالريموت كنترول، نمره واحد. نمره اثنين، الحكومه مخترقه من الاخوان، ومما يوصف له ان لجنه الخمسين بقياده عمرو موسى، الرجل هذا التاريخ الذي مع مبارك كان مباركي، والسادات كان سادتي، بعبد الناصر كان ناصر، رجل كل العصور، هو الذي بيطبخ الدستور حاليا، وسيخرج دستور لا يلبي طموحات الشعب المصري. في ايه بقى يا استاذ فوزي؟ في ايه؟ الدستور يعني عاملين دستور كله خداع وشراك، يقول لك عن حريه الاعتقاد وحريه العباده، في قناص يحددوا القانون. قال هو القانون اذا هنا بيربطه بالمركز الخاص الاميوني، اما يجي رئيس الجمهوريه بعد ثوره عظيمه والاقباط كانوا في المقدمه منها وقدموا شهداء والام، يعني خصائر الاقباط في الماديات بالمليارات وفي الارواح، وبعد ذلك انه يصدر رئيس الجمهوريه قرار لبناء كنيسه، فظيعه في جبين مصر، وفضيحه انه مصر ما زالت دوله عنصريه، دوله فاشيه. يجب ان الشعب كله يتمسك بمكتسباته، مكتسباته الحريه، حريه الفكر، حريه الاعتقاد، ولا سلطان على العقل الا العقل. أن المجموعه الشائخه العجوز التي تصنع دستورا غير مؤهله اساسا لصناعه الدساتير. اين المستشاره العظيمه كهان الجبالي؟ اين الدكتور ابراهيم درويش؟ اين الدكتور محمد؟ لا انا عايز اقوله لك هنا، ليا ملاحظه، ليا ملاحظه هنا على المحكمه الدستوريه العليا، اعادت المستشار حاتم بجاتو لمفوض من مفوضين الدوله مكانته بعد ان كان وزيرا، وبالتالي بعد ان سقط دستور 2012 وسقط بعض الخمسه اللي هم تحول اربع منهم مفوضين، والمستشاره تهاني الجبالي ثابت المحكمه الدستوريه بهذا الدستور الذي اتي به بليل، لم تنصف المراه في شخص تهاني الجبالي بعودتها مره اخرى للمحكمه الدستوريه طالما سقط وتعطل هذا الدستور. اذا المفروض ان القرار بتاع المحكمه ياخذ الشكل القديم بتاعه، وهذا لم يحدث، وكان العمليه فيها مؤامره. حضرتك شايف ده ولا يعني في كل بنود الدستور، ولا في بنود معينه بس هي اللي هيتم اخفائها، اللي هي الخاصه بالمراه والطوائف؟ اولا حاتم بجاتو تربطه صله قرابه ونسابه بقيادات اخوانيه، وحاتم بجاتو هو الذي اعلن نجاح محمد مرسي بعد ان كان راسبا، وحاتم بجاتو طبخ وطنش ل 2 مليون صوت مزور بتوع المطابع الامريه، فكان له دورا سيذكره التاريخ. ولذلك المفروض اولا اتهام الجبالي رفض ان تشتغل مع بجاتو وترجع للمحكمه الدستوريه، حاليا هي تقوم حمايه الجمهوريه والثوره. وطبعا هنا ما زال الطابور الخامس يتحرك في قصر رئاسه الجمهوريه، يعني مصطفى حجازي مستشار رئيس الشؤون السياسيه بيجتمع مع قيادات الاخوان في لندن، واحمد المسلاني بيجتمع مع شباب الاخوان في القصر الجمهوري، وكانه ما فيش ثوره حصلت، واساسا ثوره 30 يونيو قامت ضد حكم المرشد وحكم الاخوان، يعني لا اخوان ولا مشقين ولا اي شيء، ولكن للاسف الطابور الخامس ما زال متواجدا. ولكن الذي تم النهارده بافساد فرحه الشعب المصري والتحرش بالجيش المصري من الاخوان ستكون بدايه النهايه للاخوان. ايه اللي حصل النهارده بقى يا استاذ فوزي؟ قول لنا كم حدث من اللي حصل النهارده. النهارده طبعا خرجوا في جماعات متفرقه، يعني في ميدان رمسيس حصل هجوم شنيع على الجيش واحتكاكات، وفي يعني نهايه شارع في الدقي القصر العيني، ايوه، وفي الدقي
وفي في شبرا الخيمه تقريبا في حدود 8 عدد الوفيات وصلوا 18 واحد والمتعورين فوق 80 واحد. وطبعا يعني هذا هو الذي تحلم به اسرائيل، هذه العناصر تخدم. هو انا مالي ومال اسرائيل استاذ فوزي، انا عايز اخرج اسرائيل، تحلم به اسرائيل ليس لنا مجالا. هو الذي نحلم به الان هو ان احنا بنحارب بعض. ما هو حضرتك الذي فشل فيه الموساد الاسرائيلي من سنه 48 الى هقول انا بقى بفشلي انا. نجحت فيه جماعه الاخوان في شق الصف الوطني ونشر الارهاب ونشر الفتن ونشر القلق وتدمير الاقتصاد المصري. ده انا عايز اقول لحضرتك على مستوى النخب، على مستوى النخب العاليه والعلماء، الدكتور ابراهيم بدران ممثلا لجامعه النيل والدكتور العالم احمد زويل ممثلا لمدينه زويل، الاثنين مش عارفين يتفاهموا. يا فندم انا ضد كلمه نخب، لا توجد نخب في مصر. لو توجد نخب حقيقيه ما كانش ده حال مصر، دول مجموعه ارزاقيه فقط. لا توجد نخبه حقيقيه ولا يوجد مثقفين حقيقيين ولا مفكرين حقيقيين هم اتباع الريح. مع محمد مرسي ايام ما كان في السلطه، بقت السلطه من محمد مرسي اتجهوا الاتجاه وهكذا، فدول على كل لون يا باطسطه، لا مبادئ ولا اخلاق، ودي كارثه مصر انها لا توجد نخبه حقيقيه. والذي يعبث في مصر دي دليل ادانه على التعليم في مصر، لانه التعليم لو في تعليم حقيقي وفي تعليم ينمي الفكر والعقل والملكات النقديه، ما كانش هذا الشباب ضايع ومبرمج ومغيب في الذي يحدث في فكر الاخواني الوهابي الغيبي المتاسلم. تمام. سياده الوزير عبد الخالق جوده، طبعا الوزير الاسبق لوزاره التضامن الاجتماعي، اعلن امبارح كراي سياسي ان مصر محتاجه ثوره ثالثه للعداله الاجتماعيه، وهي دي اللي هتكون فعلا ارساء للمبادئ والقيم اللي ممكن تنتهجها الدوله فيما بعد. هل حضرتك مع الراي ده ولا ده راي مسبق او مبكرا جدا، او يعني تعليقك على كده ايه؟ لا ده هو الراي الحقيقي. نحن اولا الثوره 25 يناير خلصنا من النظام المباركي الفاسد، وجات حصل سرقه الثوره من التنظيمات الاخوانيه، لانه كلنا نعرف انه مبارك افسد الحياه السياسيه وعمل تجريف للاحزاب السياسيه، وكان بيراهن للغرب بيقول لهم انا يا دول، وكان عنده في دماغه انه استحاله الغرب بقياده امريكا، كان بيضحك على دول وعلى دول يعني، وحصل العكس. فنتيجه تجريف النظام السياسي من مبارك تم سقط الثوره من الاخوان، لانهم القوه الوحيده على الساحه، وبالتالي بدات الشعب ينظم نفسه والشباب، وحصلت الثوره 30 يونيو باستعاده الاولانيه بتاع 25 يناير. ولكن ثوره بدون تغيير منظومه الثقافه والمفاهيم والعادات والتقاليد مش هتبقى ثوره. احنا دلوقتي يلزمنا ثوره ثقافيه، ثوره على الفكر المتخلف، ثوره على الفكر المتعفن، ثوره على التعليم الفاسد، ثوره على الشخصيات التي ما زالت تتبوأ المناصب وعفى عليها الزمن. يعني من هي طاهرات عمرو موسى عشان يبقى رئيس مجلس كتابه الدستور؟ طول عمرنا عمرو موسى افندم حاضر نعم لاي قياده، منفذ تعليمات سيد لاي قياده. عشان كده اختاروه يا استاذ فوزي، ما عشان كده اختير حتى لا تكون الاراده حره في كتابه الدستور. عموما الابره مش ما ممكن يكون الدستور، لان هو دايما بيمسك العصايه من النص، حتى في الخطاب السياسي بتاعه اللي وقعه في انتخابات الرئاسه انه مسك العصايه من النص، حتى الراي انه ينصف بتمييز ايجابي وينحاز لبعض الطوائف المهمشه كما فعل الفريق احمد شفيق، كان ممكن عمرو موسى يبقى هو البديل، لكن لم يفعل لانه وقف في المنطقه الرماديه التي لا تتحرك يمينا او يسارا، هو مستني التعليمات. صدقني كل الموجودين على الساحه السياسيه حاليا كلهم اكسباير، انتهى مفعولهم تماما. دوله العواجيز آل الاوان ان ترحل. بالضبط، مجموعه من العجزه، يعني رئيس الوزراء راجل داخل على 80 سنه
ماسك كيس دواء سكر، دواء ضغط، دواء شلل رعاش، دواء زهايمر، يعني هيدير ازاي بلد ده؟ اعمى يقود اعمى كلاهما يقع في الحفره. طبعا احنا عايزين وزاره ثوريه، وزاره شابه، وزاره تتخذ القرارات في الوقت المناسب والصوره المناسبه، والا هو اساسا عصام شرف وهشام انديل وحازم البدلاوي، انا مسميهم عباره عن شامبو ثلاثه في واحد لتبريد الثورات المصريه. هم كلهم واحد اسر. يجب ان يكون رئيس الوزراء الذي يبلغ هذا المنصب يكون ثوري وينتمي لشباب الثوره ومؤمن باهداف وقيمه الثوره، وما عدا عن ذلك فهو تاريخ. بس لم تفرز الثوره المصريه اشخاصا سياسيين يجيدوا هذه المناصب يا استاذ فوزي، هي دي النقطه، ان مفيش اجيال اتخلقت انها ممكن في كفاءات بالهبل بس مطموره. مفيش احنا ما حلتناش دلوقتي غير الفريق السيسي. ما عندناش حد تاني. هو انه مصر محتاجه قائد وطني ولا يصل، هو اللي يوجد الكفاءات. انا معاك، ودي قالوها من زمان، من 120 سنه قبل كده كان الامام محمد عبده وجمال الدين الافغاني اللي هو المستبد المستنير اللي مشي عليها جمال عبد الناصر ومشي عليها السادات، بس هم وقعوا في اخطاء. اذا انا عايز المستبد المستنير وعايز مؤسسات قويه. بالظبط. انا عموما استغل الفضائيه الجميله بتاعت مواساة الانتشار واوجه النداء للفريق السياسي، يا حضرة الفريق أنت لست ملك نفسك، أنت ملك الوطن وملك الشعب، وإذا الشعب لبى النداء إليك فيجب أن تستجيب فورا. طب إيه اللي مطلوب من الفريق السيسي عشان يعمله؟ قيادة مصر. ما أنا أنا يمسك مصر. يعني حضرتك حط نفسك مكانه. رئيس مصر القادم، رئيس مصر القادم، ولن يصلح أحد مكانه، كلهم خونة، كلهم عملاء لمخابرات أجنبية. أدينا شفنا البرادعي وبدأت تتكشف الأمور، والإدارة الأمريكية بتساوموا أنه هينسك. نحن أنا بس مش عايز أغالي في الرأي، إذا كان عدم الاتفاق في الرأي لا يمكن أن أصف حد بالخيانة والعمالة أستاذ فوزي. أنا يعني معلش ممكن أعارض في النقطة دي إلا بإثباتات وأدلة سواء كانت جنائية أو سياسية وتكون معلنة. لكن هو دولة العواجيز قلنا احنا متفقين فيها انها لابد ان ترحل لانها غير متفقة مع رأي الشارع. يا سيد الفاضل، كيف لشخص من ميدان المعركة توقيت خروجه غير مناسب؟ معلش، هو خرج واتكشف يعني بذكاء من القيادة السياسية، بذكاء من القيادة السياسية اللي ماسكة البلد، هو اتكشف ومشي. ولو ان اشك ان هو يكون عميل، هو اراءه مختلفة تماما وتوجهاته مختلفة ولم نقرأها الا حين تولى المسؤولية. احنا عايزين رجل وطني منضبط يفهم معنى كلمة المسؤولية. اما اي شخص يهرب من ميدان المعركة فهي دي مش هي الرجولة ولا هي دي الوطنية. تمام. يعني خروجه يعني هو ورط مصر. انا اعتقد جازما في لحظة عزل مرسي كان ممكن أقسام رابعة والنهضة يفك في خلال ساعات، ولا ما كانش حاجة حصلت. تم مرقد الدولة والحكومة، لا سيبوهم سيبوه لحد بعد شهرين. جات لما بيبقى بؤر إجرامية بحقه حقيقي. في مصر في وفود داخلة وفود خارجة وتدخل في شؤون مصر، هذا لا يليق ولا يقول من استاذ مخضرم في السياسه وكنا بنراهن عليه وخذل الجميع حتى المقربين اليه خذلهم. ما المطلوب الان من الفريق اول عبد الفتاح السيسي ان يفعله، وما المطلوب من الشعب كي يصبح هذا الحلم الذي يراود الشعب بانه يبقى له قائد عظيم ووطني ومحب لمصر زي الفريق اول عبد الفتاح السيسي، ان نمشي في هذا الخط، وان لم يحدث ففي ثورة ثالثة قادمة للعدالة الاجتماعية. حضرتك في هذا الإطار قول لنا إيه اللي مطلوب من هنا ومن هنا ومن هنا. مطلوب نمرة واحد أن الفريق السيسي ليس ملك نفسه،
انما هو ملك الوطن وملك الشعب، والشعب بيطالب. والراجل ما تاخرش حتى هذه اللحظه. اليوم كل الهتافات في الميادين بتطالب السيسي يبقى هو الرئيس، ولن يصلح احد الا بوجود. ما ممكن يجي اي رئيس ويشيل السيسي من منصب وزير الدفاع، يبقى البلد هتتدمر تاني. ممكن ولا مش من صلاحيات رئيس الجمهوريه تشكيل وزاره ويشيل الوزير ويحط الوزير حسب امكانياته؟ طب ما ممكن يجي اي رئيس جمهوريه ويشيل السيسي ويقول له اركن على جنب. كل اللي بقى عملتها في لحظه. قالتها في تصريح اعلامي الدكتوره هدى عبد الناصر، قالتها له وجها لوجه. قالتها لسياده فريق اول عبد الفتاح السيسي، قالت له رئيس الجمهوريه ممكن يشيل وزير الدفاع بجره قلم. اقول لحضرتك نمره واحد من لازم الشعب يضغط عليها ويعلن ترشحه لرئيس الجمهوريه ويبقى رئيس جمهوريه ومسؤول عن الجيش عن الواحد. يا ما هو بيبقى القائد الاعلى للقوات المسلحه بالتبعيه. هو رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن لازم يبقى في وزير دفاع. ما ينفعش المنصبين يا أستاذ فوزي، ما ينفعش المنصبين، ما ينفعش. لا هو القائد الأعلى، لكن لازم يبقى في قائد عام اللي هو وزير الدفاع. أيوه وزير الدفاع رئيس الاركان، راجل محترم جدا وتلميذ نجيب. ما فيش مشكله، لكن ما اقصدش ان شخص واحد يشغل المنصبين، والا هتبقى يعني بنبين للعالم كله ان ده انقلاب عسكري. هو مش في الحقيقه كده. لا الحقيقه غير كده. اللي حصل انه ده انقلاب شعبي على تنظيم الاخوان وحكم للاخوان، والجيش الوطني انحاز للشعب. هو ده اللي حصل بالضبط. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انا عايز نتبع الخريطة اللي اتبعتها المانيا بعد القضاء على النازية وهتلر. اللي هي ايه بقى؟ اللي حصل في المانيا وهتلر يجب ان يطبق هنا في مصر. اللي هي ايه بقى الخريطة يعني دي؟ يعني كل القيادة. نعم؟ اللي هي ايه الخريطة دي؟ الخريطة اللي حصلت في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية. حصلت في المانيا ان هم جرموا النظام الهتلري والنظام الفاشي. حصل ايام عبد الناصر، حصل على فكره عندنا كمان ايام عبد الناصر، وجرم الاخوان، واللي كان بيعلن عن اخوانيته كان بياخد من 6 شهور لسنتين لمجرد اعلان بعد حظر الجماعه في 54. اصل احنا المفروض نسير في اتجاهين متوازيين، اتجاه الامن بالحظر والمنع والسجن نمره واحد، الاتجاه الثاني طويل المدى اللي هو الاتجاه الثقافي والتعليمي، بحيث نكشف ونفضح ونعري هذا الفكر المتعفن المتخلف. يعني الاتجاه العاجل والسريع الاتجاه الامني، والاتجاه بعد ما نخلص من الامن ده في اتجاه على مستوى التعليمي والمستوى الثقافي والمستوى البيئي. فالاتجاهين دول من لازم يستمروا. كان في راي يا استاذ فوزي هنا بيقول لك ايه؟ يعني انا عندي، اسمعني، كان في راي بيقول عن التعليم وعن حركه محو الاميه. انا عندي جامعات وعندي مدارس وعمالين نخرج كل شويه ومش حاسين ان في تقدم علمي في مصر، بل على العكس تماما الاميه بتزيد. ايه المانع ان انا اغلق الجامعات والمدارس وكل الدنيا لمده سنتين بس علشان محاربة محو الأمية؟ ألا يكفي سنتين لمحو أمية 30% من الشعب المصري، وأشغل كل وزارة التعليم والتعليم العالي في هذا المجال؟ يا سيد الفاضل، الأمية ليست الأمية الأبجدية فقط. عندنا أمية سياسية وأمية ثقافية وأمية علمية. ودليل إدانة للتعليم المصري انه يوجد 5000 استاذ جامعي في تنظيم الاخوان المسلمين. ها هو محمد مرسي استاذ يحمل دكتوراه في الهندسه، ولكن فكره عشوائي، فكره بدائي، ولا يجيد الفكر العلمي المنظم. ما هو ده الاقصاء والتمييز اللي حصل في السبعينات والثمانينات يا استاذ فوزي. التعليم الذي تعلمه، الاقصاء والتمييز اللي حصل في السبعينات والثمانينات، ان ابن الاستاذ يبقى استاذ والاخوان يرشحوا واحد يقبل في النيابه ويقبل في القضاء ويقبل في الجامعات،
وبعد كده على طول هتلاقي كل التخصصات بتاعت الجامعه، ودي بدات فعلا ان في مقدمه في الكليات حتى الفنيه منهم ان هو نسب الفن للعرب والاسلام، يعني حتى دي كمان ابتدوا يزوروا فيها. دي غير حقيقي وغير علمي، مع المشكله ان العلم يعني التعليم بتاعنا التاريخ بتاعنا مشوش ومزور، ما كناش نلجأ للحقائق العلميه المجرده، لا يمكن نبني نظام تعليمي سليم. ويجب فصل الدين عن التعليم، ويجب توحيد التعليم، ما يبقاش عندي تعليم عام وتعليم. فصل الدين عن التعليم، الناس مش موافقه في مصر، الثقافه اصبحت مغيره يا استاذ فوزي. فصل الدين عن التعليم ازاي اذا كان كتاب اللغه العربيه كله قران واحاديث الذي يدرسه المسيحي والشيوعي والمسلم وغيره؟ هي دي اللي بتنشر الفتن والضغينه في قلوب الاطفال وهم صغار. المفروض ده انا العلم مبني بالتجربه والشخص. اصل الكلام ده موضوع من زمان، حتى من ايام الملكيه. يعني كل الدول المحترمه التي نهضت عملت فصل تام بين الدين والتعليم وفصل تام، فالطريق واضح، بس المشكله لا يوجد رجل عنده الجراءه انه يتخذ هذه القرارات للاسف. ما في حاجه تانية وملفوا لك من حته تانية وقال لك ان الدين هو اصل اللغه، فلا بد ان تتعلم اللغه بالدين معا. مين قال الكلام ده؟ اللي عايزين يربطوا الدين باي حاجه في مصر، عايزين يحشروه في اي حج في اي مصيبه، فهو ربط الدين باللغه وقال ان الدين هو اساس اللغه، والذي يتعلم اللغه يتعلم الدين. هو ده القائم بالفعل يا استاذ فوزي. هذا الكلام غير حقيقي وتنقصه الدقه العلميه. الكلام غير حقيقي انا معاك، لكن هو المطبق حاليا في المدارس. ما هو طبعا هم الاخوان بيشتغلوا على حتتين واضحين هدفين. ده مش الاخوان بس، مش الاخوان بس. تجهيل نمرة واحد. استاذ فوزي دول مش الاخوان بس. نمرة اثنين افقار الشعب، بيراهنوا على جهل الشعب وفقر الشعب. فقر الشعب في الانتخابات بيشتري بزاز الزيت وكل سكر وكيس رز، وجهل الشعب عشان يلعب في دماغه بطريقه سلسه وسهله، ما يقولوش ايه دي صح ودي غلط. مين اللي هيقاوم هذا؟ التعليم الراقي المتعذر المحترم. نجيبه منين؟ بدون تطوير التعليم. ما هو نجيبه منين؟ ايه الافكار المطروحه؟ يا استاذ فوزي عشان ما يبقاش كلام مرسل، ايه الافكار المطروحه على التعليم؟ التعليم في اساتذه في اصول التربيه بيقدموا مقترحات كويسه جدا جدا، ولكن للاسف لسه طبعا هو في يعني في تطور، بس للاسف لسه البلد يعني مشاكلها كثيره قوي قوي، فبالتالي مفيش حاجه واضحه. لكن في افكار مطروحه، افكار بايره جدا وافكار تقدميه جدا، وفي اساتذه تربويين محترمين جدا جدا ومستمرين جدا جدا وتقدميين جدا جدا، والمفروض هم اللي يمسكوا ملف التعليم في مصر. استاذ فوزي يعني هل حضرتك فقدت الامل بما يحدث في الشارع الان ان مصر لن تتغير وتتجه الى الافاق، او ان في تغيير حصل ودي البدايه؟ لا ده دي بدايه حقيقيه، والامل والمستقبل مشرق، وفي النهايه لا هينتصر الصح، وكل والتاريخ والجغرافيا والعلم بيقول بكده، ومصر في مرحله مخاض وستنتشل من المرحلة دي وهترجع فتية قوية إن شاء أو قبل. مصر أنت عندنا موارد بشرية قوية جدا، الموقع الجغرافي، مصر في خلال 5 سنين لو مشيت في الطريقة الصح تبقى دولة من الدول الأوروبية، ودي وارد جدا جدا. ولذلك تركيا بتحارب اللي بيحصل في مصر، والسعودية وكل الدنيا بتحارب وكده، لأنه خايفين مصر. لو مصر في ايام محمد علي وصلت دول، غزت دول الخليج وتركيا واليونان ايطاليا، تمام، حصل واليونان وهكذا، وكان قوه عسكريه لا يستهان بيها، بس ده وقته وفكره هو. على فكره ما كل الناس تقول لك اصل محمد علي ما كانش مصري. طبعا دي انتقالي. ايوه، بس هو هي مصر اللي صنعت، ومحمد علي كان اداري ناجح، وده اللي بيقول
ان اي ايديولوجيه هي اللي ما تحكمش. الاداره الناجحه هي من تقود الشعب للامام، وده يؤيد علمانيه الدوله التي انشاها محمد علي. بالظبط. الناس مش فاهمه يا استاذ فوزي، فاهمهم ازاي؟ تقول له علمانيه يقول لك كفر. يا عم العلمانيه هي اللي بتحافظ على الدين وبتخليه ليه سمه معينه وبتخليه ليه كرامه معينه وكرامه عاليه، والحفاظ عليه يقول لك لا كفر. العلمانيه تحرير الدين من قبضه الدوله. التعريف البسيط للعلمانيه تحرير الدين من قبضه الدوله. بس الدولة اللي بيتقال عكس ده في مصر يا استاذ فوزي. تحرير اغراضها. حضرتك تقدر تقول ان مصر دوله علمانيه؟ ما تقدرش تنطقها دلوقتي في مصر. طبعا احنا عايزين مصر دوله علمانيه، وانا بقولها لان عكس الدوله الدينيه ليست مدنيه، دوله علمانيه. مفيش حاجه اسمها دوله مدنيه. مدنيه حديثه ديمقراطيه، وانت مدخل لي الدين في النص، فانت دوله دينيه باي شكل، انت دوله دينيه. احنا من البدايه قلنا يجب فصل تام بين الدين والسياسه. مش هيحصل لانه مش موافقين. صفوه المجتمع مش موافقه، العسكريين مش موافقين، الاقتصاديين مش موافقين، النخبه مش موافقه، وهي النخبه اللي بتحدد سياسات البلد. ده الماده الثانيه لم تفتح للمناقشه في لجنه الخمسين حتى الان. المادة الثانية للأسف كله بما فيهم الكنيسة موافقة على وجودها. لأن الكنيسة يهمها يا أستاذ فوزي، الكنيسة بتمثل نفسها ككنيسة، هل الكنيسة تمثل الأخباط سياسياً؟ بكل المقاييس والمعايير؟ لا. فالكنيسة تمثل نفسها. اللي أنا بقول حضرتك إنه سواء الكنيسة أو الأزهر أو الدولة هم الثلاث أقطاب اتفقوا على وجود المادة الثانية كما هي. يا أستاذ فوزي أنت بتقول أقطاب ونخبة. اللي أنا بقوله لك دلوقتي ليس عيبا في الكنيسة، إنما عيب في الشعب القبطي. الشعب القبطي لم يمثله أحد في لجنة الخمسين. الكنيسة لا تمثل إلا مؤسسة الكنيسة. للأسف الشعب القبطي تنقصه النخبة المثقفة الواعية القائدة. لا يوجد من يتحدث باسم الأقباط سياسيا للأسف. يعني حتى الشباب تم تمثيلهم في لجنة الخمسين. المرأة تم تمثيلها. السينائيين تم تمثيلهم. النوبيين تم تمثيلهم. الأقباط 17 مليون لم يتم تمثيلهم سياسيا في لجنة الخمسين. لدى الأقباط فوق 20 مليون يا سيدي. هنقول 17 و3 مهاجرين يبقى 20 مليون. 17 مليون يعني لم يمثلوا في الدستور المصري. الكنيسة المصرية لا تمثل الشعب المسيحي في مصر، هي تمثل مؤسسة الكنيسة، والفرق واضح. هو حضرتك لو الدولة تسلك سلوك نهج ديمقراطي علماني جميع مشاكل الأقليات بما فهم الأقباط سوف تحل اوتوماتيكاليا. وايه الرغبه السياسيه دي؟ نوجدها ازاي يعني؟ نفتح المندل ولا نعمل ايه يعني؟ نوجدها ازاي الرغبه السياسيه دي؟ ما احنا معتمدين على الرغبه الساميه السياسيه التي تتولى النخبه اللي هي اداره البلاد حاليا. يعني نعمل لهم ايه؟ يعني نركع لهم؟ نفتح لهم المندل؟ نقول لهم هذه الطريقه هي اللي فايده مصر؟ اذا كان هم اساسا الكتب قدامهم النظريات العلميه ومش عايزين يطبقوها. هم بيطبقوا ما يراه النخبة اللي هي تحت الترابيزة، اللي هم فاكرين انهم بيحموا الدين الاسلامي. ما انا بقولها بصراحة اهو، انهم يحموا الدين الاسلامي بهذه الدولة الدينية الطائفية، وده غلط، والتاريخ اثبت لهم ان ده غلط، لكن هم مصرين عليها. وليس يعني المفروض الدولة مش مسؤولة عن ادخال رعاياها الجنة. الدولة مسؤولة عن توفير الأمن والأمان وفرص العمل والتعليم والعلاج لمواطنيها فقط. أما إنها تتبنى دين معين فهذا انحراف بالسلطة. مش انحراف، هو دولة دينية، علشان كده احنا بنقول نحن لسنا دولة مدنية. نحن لسنا دولة مدنية، دولة عسكرية جايز، دولة شعبية جايز، لكن دينية طائفية.
مذهبية كمان. لما طبعا بوجود المادة في الدستور، هذه المادة نسخت جميع موال الحريات، الناسخ والمنسوخ، هذه المادة نسخت جميع مواد الحريات، وهي جدار الفصل العنصري بين أبناء الوطن الواحد على أساس العرق والدين. تمام، هنوصل لأي يعني مجتمع منقسم على ذاته يخرب، ودي الحلقة أنا تناولتها امبارح عن البحث عن الهوية والانقسام في المجتمع المصري. النهاردة بنقول إن أي انقسام تاني، انك انت بتحاول انك انت توجد نوال الانقسام تاني بهذه البؤر الاجراميه التي لم تقضي عليها امنيا، اذا انت تفتت الشعب المصري مره اخرى لغرض سياسي او لغرض ما في نفس يعقوب لا يعلمه الشعب المصري. اي شخصيه من النخبه اللي حضرتك بتقول عليهم تتبنى الماده الثانيه والماده الثالثه تبقى بتنفذ المخطط الاجنبي لتفتيت وتفكيك مصر سواء عن دراية أو غير دراية، وهنا الكارثة، لأنه من لازم هو الخطط زي ما تكشفت الأمور تفكيك الدول إلى دويلات، شفنا اللي حصل في العراق، اللي بيحصل في سوريا، اللي في السودان، وكل دي في الدين. الطائفية هي السكينة التي تقطع الأوطان في منتهى اليسر والسلاسة والسهولة، وبدون بدون ان يعني المخطط لهذه تمام تتلاشى الدين تماما. الدين علاقه شخصيه بين الانسان وربه فقط، اما الدوله علاقه بين البشر. الكلام ده انت مقتنع بيه يا استاذ فوزي، غيرك مش مقتنع بيه، غيرك استاذ جامعي وغيرك سيناريست معروف ومشهور ويربط الهويه بالدين. هي دي المشكله، في مشكله وخلل ثقافي حدث حتى في النخبه حينما يتحدث واحد بقيمة الأستاذ وحيد حامد ويقول إن الهوية لابد أن تكون مصرية، حينما يوجه إليه سؤال من المذيع ويقول له الدولة الناس بيقولوا الدولة لا دين لها، قال له لا لابد أن تكون إسلامية، غير كلامه في نفس اللحظة. إذا المدنية لا تعني العلمانية، المدنية التي في ذهنهم جميعا هي الدولة الدينية، بس الدين على خفيف، مفيش حاجة اسمها دين على خفيف، هي يا دينية يا علمانية. هم واحد فندي مش واحد يا شيخ. يعني ما هو طبعا التراكم الحضاري بالوقت كله ده هيتصلح. هي المسألة مسألة وقت بس للأسف. ما أنا مش عايز التغيير يبقى من خارجي بالعافية. عايز الناس النبت الحضاري اللي موجود جواها يشتغل. يعني أنا شايف في مجموعة أحزاب ليبرالية بتشتغل، وخاصة حزب المصريين الأحرار بالذات، لأنه حزب ليبرالي صراحة وحر وفي نخبة محترمة جدا. تمام. وبدأ يعمل اندماجات مع الحزب الجبهة الديمقراطية، وفي تطور لحد ما برضه، بس يعني مش هو التطور السريع اللي نأمله، مش هو المرغوب فيه يعني. لا والتجمع على فكرة، وحزب التجمع يعني ما هو التجمع علماني، ولكن هو حزب يساري، ما في ناس كتير ما تحبش الفكر اليساري. ما هو حزب التجمع حزب انا هو انا الان لا احاول ان انا هو الفكر الليبرالي عموما سواء يساري او يميني انا معاه لغايه لما ياخد مكانته، وبعد كده ما هو فائده الدوله المره دي يبقى ليبرالي اشتراكي وليبرالي راس مالي، دي يحددها المصلحه العامه للبلاد. لكن الان انا لسه في تحديد اول خطوه، الدوله علمانيه ولا الدوله دينيه؟ احنا رجعنا لمنطقه الصفر تاني. الدستور اول خطوه حضرتك يجب ان ينص الدستور بحظر قيام الاحزاب الدينيه او الاحزاب ذات المرجعيات الدينيه. طب انت عندك الماده ثانيه واحده بس يا استاذ فوزي، ثانيه واحده، عندك المادة الثانية وبتقول لك إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأساس أو المصدر الأساسي للتشريع، وأنت بتصدر لي دلوقتي إنك أنت أحزاب مش على مرجعية دينية، أنت بتناقض نفسك ليه؟ يعني ما ممكن يعني يتوضع لها حق. لا أنا هاخد القانون ده وأروح للمحكمة الدستورية العليا، أنا راجل عايز أنشئ حزب ديني، من حقي عند الناس وعند النص اللي يفعل لي هذه المادة، واروح للمحكمة الدستورية في دستورية للمرجعية الدينية ولا مفيش، هيقول لي فيه المادة التانية. يعني
ما هي دي معضلة من المعضلات. طب وانا احط معضلة ليه؟ انا ليه احط معضلة؟ انا نخبة ومثقفة وعارف ان البلد ليست يعني البلد اغلب سكانها 90% مش هقول 80 95% من المسلمين. هذا النص يضرها ولا يفيدها. طبعا طبعا. اذا كان هم عارفين ده ومش عايزين يعملوه، اذا في نقص في الوعي يا استاذ فوزي، نوصله ازاي؟ هذا النقص في الوعي طبعا محتاج اعلام محترم، محتاج ثقافه محترمه، محتاج صحافه تتبنى هذا، لانه ما تنساش انه هذا الشعب مغيب، احنا بقالنا 30 سنه مغيبين تماما. يعني انا بقارب بين الحقبه البريجنيت في الاتحاد السوفيتي والحقبه المباركيه 30 سنه، وبريجنيت 30 سنه ادت الى تفكك الاتحاد السوفيتي، ولولا ثوره 25 يناير اللي عمل لها تصحيح ثوره 30 يونيو كان مصير مصر زي مصير الاتحاد السوفيتي. ولكن اعتقد جازما ان شاء الله كل الامور هتمشي على ما يرام مهما يحصل، لانه الناس بدات تفوق، لانه انت عندك جهاز مخابرات مصر جهاز وطني. الناس مش هتفوق غير باعلام قوي، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نوضحه. ده اللي احنا بنحاول ان احنا نوضحه من خلال اعلام حر ليس له اي توجه غير مصلحه مصر العليا والشعب المصري ان يتبوأ مكانته الذي يستحقها. استاذ فوزي معانا مداخله من كندا، خليك معايا وهرجع لك تاني. معانا باسم من كندا. ماشي استاذ باسم معانا. استاذ باسم من كندا معانا. مساء الخير عزيزي. مساء الخير يا استاذ باسم، اتفضل. انا هاخد الكلمه اللي انت قلتها واللي قالها الاستاذ فوزي، الشعب مغيب عن الحقائق. تمام. الحقيقه ما اعرفش، حتى احنا المسيحيين مغيبين عن الحقيقه الكبرى التي تجري في العالم كله. تمام. اسرائيل اكبر دوله في العالم عندها اسلحه، وعندها ترسانة أسلحة رهيبة، والبلاد العربية عندها ترسانة أسلحة، والعراق وإيران كان عندهم ترسانة أسلحة. تمام. وأكبر منطقة في العالم فيها أسلحة رهيبة هي الميدل إيست. مين قال إن كل التلاتة دول اللي في الميدل إيست ما هياش أساسا مبنية على دين؟ إسرائيل بنيت هناك على الديانة. محاولة ان المسيحيين انكار ان العالم كله واقع تحت الديانات دي فكرة غلط ضد انجيلنا. العالم كله واقع تحت الديانات، وهي ديانة الله يا الشيطان، يا ديانة يسوع المسيح يا الشيطان. البلاد الغربية اللي انكرت وجود العلي ما دخلت في دين تاني اسمه ديانة انكار وجود العلي. هم متدينين الكلاب الغرب دول، والغرب دول هم سبب الضياع كله اللي في الميدل ايست. لكن اللي يؤسفنا فيه جدا ان امريكا واوروبا مضحيين بمسيحيين الشرق الاوسط. العراق اتبهدلت مسيحيينها، ولبنان اتبهدلت مسيحيينها، وسوريا المسيحيين بيتبهدلوا، واحنا داخلين على البهدله. ما هو الحل؟ لا احنا اتبهدلنا بما فيه الكفايه، يعني احنا اتبهدلنا بما فيه الكفايه، يعني هنتبهدل اكتر لغايه دلوقتي مش عارفين. هيبقى شيطانه شيطانه المسيحيين في الشرق، ودي يعني محدش يقدر يقف قدامها. يعني برافو عليك، برافو عليك في الحقيقه دي. اديك شايف اللي حاصل في نيجيريا والحتت دي. لو تشيطن المسيحيين في الشرق لا يعلم مدى هذه الشيطنة الا الله وحده. طيب احنا دلوقتي كمسيحيين في مصر، قبل ما ندخل على العراق، لان اللي هيهاجر اغنياء مصر المسيحيين وهيسيبوا الغلابه بعد كده، والغلابه هيتبهدلوا في مصر. قبل ما ندخل في هذا الموضوع، اين الحقيقه وما هو الحل؟ لا يوجد حل. من الاخر كده، عشان ما ندخلش في مهترات و و و و وناس قاعده مستبعده الانجيل والعلي عن حقائق ما يدور في الميدل ايست. هذا التخلف المسيحي اللي احنا فيه. لا يا حبيبي، احنا ملناش حل غير المسيح. ولما نعرف شعب اليهود في العهد القديم، هو اللي كان بيسبيهم وهو اللي بيرجعهم، هو بيأدبهم بنبوخذ نصر، هو اللي بيهدم الهيكل بنبوخذ نصر ويأدبهم. ممكن ندخل الى عمق الحقيقة ونبتدي نعرف ان المسيح طالبنا اليه، ولا الكلام اللي انا بقوله ده مهاترات؟ انا عايز رد منك انت فاضي يا رمينة. الكلام اللي انا بقوله ده مهاترات؟
استاذ باسم، يعني انا يمكن عايز ارد، يعني الخطاب الديني مدمج بالخطاب السياسي طبعا. المسيح هو الحل وهو الطريق كايمان مسيحي خالص، ماليش حل تاني. لكن هذا الايمان لم يفرضه المسيح ذاته حتى على التلاميذ، قال لهم لو انتوا عايزين كمان مش مصدقين ان ابن الانسان هيموت ويقوم في اليوم الثالث، خلاص روحوا معاهم انتوا كمان، انتوا عايزين ارضي ملك ارضي زي اليهود ما كانوا عايزين وقتها. فعشان كده قال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهي دي السياسه المتبعه من الدوله العلمانيه، ما لقيصر لقيصر وما لله لله. في مجال ان انا اقول فيه المسيح، وفي مجال اقول بيه السياسه والاجتماع والانسانيه. فحضرتك لازم يبقى مش فصل بين الدين والدوله، هو فصل في الخطاب بين ما اخاطبه حتى لا يرد بالخطاب الديني بخطاب ديني مضاد، ونخش في مجادلات ومهاترات منها انقسام. ونحن نعرف ومن الانجيل ذاته ان اي امه اي مجتمع اي عائله منقسمه على ذاتها تخرب. فالتوحد هنا ليس في الدين، التوحد في الانسانيه في الاول، لانك بتبدا العجله من اولها الى ان تصل الى ثقافه معينه تقدر تنشر منها، او هذه الثقافه تنشر منها كل انواع العلوم بما فيها العلوم الدينيه واللاهوتيه وكل علوم الدنيا من الاديان، حتى تتعرف على كل ثقافه الاخرين، لان هو ده الامر الواقع، ان تدرس وتغير بالدراسه وبالاقتناع. اما الحروب والسلاح زي ما حضرتك قلت ان الشرق الاوسط مدجج بالسلاح ولن يتغير منه شيء نهائيا. وهسيب برضو الاستاذ فوزي هرمينة يرد على حضرتك. اتفضل يا استاذ فوزي. حضرتك انا ليا وجهه نظر بسيطه جدا. بص ماذا فعل اليهود لكي ينالوا حقوقهم. خريطه الطريق سلكوها اليهود عشان يبقوا دوله ويبقى ليهم حقوق والعالم يحترمهم. المفروض هذه الخريطه تدرس تماما. اللي انا بقوله يجب مخاطبه التيار المسيحي في اوروبا وامريكا والكنائس المسيحيه وتكوين لوبي ضاغط على الحكومات للوقوف بجانب الاقليات الدينيه في الشرق الاوسط. ثبت فشل هذا المخطط، يعني هذا الاجراء ثبت. استاذ فوزي، يعني لما تلجا لاي كنيسه ثانيه هي حتى مش معاك في الايمان، هي يهمها تزويد عددها فقط، وده اللي لاحظناه. اما الاتجاه للمجتمع ككل هو ده الحل، هو ده الحل للمجتمع ككل وليس الى طائفه معينه. انا مش بتكلم عن الاباط، انا بتكلم لوبي من مسيحي الشرق الاوسط يبقى متواجد في امريكا واوروبا، وهذا اللوبي قوي ويشتغل ويكون سفير للقضايا الحريات وقضايا حقوق الانسان. طب انت عندك الامم المتحده وليس لك ان يمثلك فيها احد، هات لي واحد مصري كده ممكن ان يمثل الاخباط في الامم المتحده، مش هتلاقي. دي تخيل حضرتك من يمثل ما هو عشان اوصل لده، مين الذي يتحدث باسم الاخباط او باسم المسيحيين الشرق؟ من؟ يعني برضو النهار يعني في ما احنا هنرجع لنفس السؤال تاني. عشان كده انا بخاطب كدولة وبخاطب كمواطن ان انا اخلع من هذا الاطار، وان انا اتجه كمصري وليس كديانة. كمصري اخاطب ان الحريات هي الحل في مصر، ان الدولة العلمانية هي الحل. من خلال الدولة العلمانية سيحافظ على كل الاديان وعلى المؤمنين من كل دين ان يبحثوا اذا كان ايمانهم صحيح او غير صحيح بنفسهم، وهو ده الحل. الحل ان لا يفرض حتى في الخطاب السياسي التحدث باسم المسيح حتى لو كنت في قناة دينية، طالما موجه الحديث للاخرين. هذا دي وجهة نظر تحترم، وجهة نظر علمية حقيقية. ما انا بطالب بيها يا استاذ فوزي، انا مش عايز حد يخاطبني بالخطاب الديني، لازم اطبق المثل ده على نفسي، والا هبقى بوجهتين. في حتة مهمة جدا، الميديا الامريكية والاوروبية مغيبة تماما عما يحدث في الشرق الاوسط. لا دول عارفين كل حاجة، صدقني هم دارسين. انه الاداره الامريكيه تحط ايدها في ايد التنظيمات الارهابيه اللي دمرت الابراج عندهم، دي كارثه. طب انا هقول لك حاجه يا استاذ فوزي، في وجهه نظر في الحته دي. حضرتك لو دوله عظمى وعايز تحافظ على مصالحك، انت تملي ليك الغالب، صح؟ في المنطقه. وطالما بيسمع كلامك انت معاه. يا فندم دي مش غالب، هم اللي صانعينهم لتخريب المنطقه. اذا الاخوان دول مين عمل الاخوان؟ اذا هم يفهمون الايديولوجيه 100%. ما هو ده اللي انا عايز اقوله،
ان الناس دي غير مغيبه، الناس دي فاهمه الايديولوجيه دي 100% وفاهمه عايزه ايه. وليس الاداره، الشعب الامريكي مغيب تماما عما يحدث في الشرق. لا 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 مش معاك في دي. الشعب الامريكي لا لا لا، الشعب الامريكي ليس مغيبا 100%. النهار ما يعرف سيقف ضد اوباما، هو واقف ضد اوباما، هو نص الشعب الامريكي ضد اوباما من غير ما يعرف اي حاجه. اوباما كسبان ب 51%، هو الشعب الامريكي اوريدي ضد اوباما بنسبه 50%. كسياسة أمريكية هنا من يعتلي هذا المنصب لن يفوز بأكثر من 51 أو 52%. فحضرتك أوريدي نص الشعب مش معاه. أيوة بس في الأول كان يعني لو الشعب مش معاه ما كانش نجح. تاني مرة نجح لأن فشل اللي قدامه. ما أنا ممكن، ما هو أنت عندك 50% زائد 1% بتجيبها إزاي؟ بتجيبها ان فشل اللي قدامك، ما قدمش مشروع ناجح، ما قدمش رؤيه ناجحه ترضي الشعب الامريكي. اذا هذا الشعب مثقف سياسيا الى ابعد الحدود. اللي ما بيقدمش مشروع بيسقط، بيستمر مع ده لغايه لما يجي حد تاني، وهو هو مدتين ويتغير. الشعب الامريكي، هذا الشعب الامريكي المثقف سياسيا اللي بيخاف على اسرائيل ويغير على اسرائيل، لماذا مش كله بيخاف على اسرائيل؟ ولكن انا عايز اقول لك حاجه، اسرائيل عملت لوبي يهودي في امريكا واوروبا وابتدت على بين العدو بقى المسيح الشرق الاوسط يعملوه بقى، ابتدت تشتغل شغل اقتصاد، وده اللي بيعمله قطر الان، وبتعمله السعوديه الان، وبتعمله دول الخليج الان. انت بتقلد اليهود. يعني المفروض يبقى في لوبي قوي جدا. من غير اقتصاد مش هيبقى يا استاذ فوزي، من غير اقتصاد قوي لا هيبقى في لوبي ولا غيره. الشعب الامريكي فهم ان اللي في مصر ثوره من خلال الافراد، سواء الاعلام هنا او الاعلام الفردي في كل مجال والتعامل، يعني عنينا الامرين. عندنا سفاره وقنصليتين في امريكا لم يتصل بالاعلام الامريكي، لا دول ولا دول. هل تعلم يا سيدي الذي غير مجرى الاحداث ووجهه النظر الاوروبيه الامريكيه تجاه ما يحدث في مصر ليس وزاره الخارجيه ولا السفراء المصريين، وانما النشطاء سواء اخبار او مصريين. المصريين الموجودين في الخارج، تمام. انا معك في هذه المقوله تماما. المصريين المتواجدين في الخارج هم اللي غيروا وجهه النظر. يعني اللي بيحصل كان في البدايه دليل فشل على الوزاره، وزاره الخارجيه، ودليل على اختراق وزاره الخارجيه، ودليل على فشل ما يسمى التي تصرف مليارات مرتبات وحاجات من دي. فيجب تطهير الكلام ده كله. يعني وزاره الخارجيه يجب ان تطهر تماما، فيها طابور خامس. هيئه الاستعلامات فيها طابور خامس. انت عندك مثلا 3 مليون معجري، دول يعتبروا 3 مليون سفير لمصر. لو احسن استغلالهم يتحكموا في رئيس امريكا. فيجب تكوين لوبي مسيحي شرق اوسطي على غرار اللوبي اليهودي ويكون ليه. وبعدين خلي بالك من حسن الصدف ان السعوديه ضد الاخوان. مش بالظبط، يعني برضه تبادل مصالح، لان البراجماتيه ابتدت تشتغل في العالم كله. يعني الاخوان ضد الاسره المالكه، ضد ال سعود. ممكن يكون ده هو الواضح، وممكن ان يكون المتخفى شيئا اخر، لان احنا عارفين الاخوان بتشتغل بسياستين، سياسه غير معلنه وسياسه معلنه. عموما يعني برضو القرار لا اللي انا عايز اقوله هنا، في ايجابيات معينه حصلت يا استاذ فوزي، فلا بد ان يستجيب القدر. تمام. اخر سؤال يا استاذ فوزي قبل ما تسيبنا، يعني وانت بتوحشنا كتير. يعني المصريين عارفين العلاج فين للداء اللي عندهم، ومع ذلك مش عايزين، ومحدش بيوصفه، والدكتور ما بيوصفوش في الروشتة. لكن كل ايجابيه تحدث بعديها سلبيات تطمس هذه الايجابيه. هم المصريين عايزين يغرقوا نفسهم بنفسهم تاني،
ولا يعني انا مش عارف، انا يعني هل هذه الدولة كتب عليها ان لا تغرق غرقا كاملا وان لا تطفو الا عائما على السطح؟ يعني يعني في حاجة اسمها اختراع الفنادق العائمة والحضارة اللي فوق المية ما وصلتناش، احنا يا بنعوم يا بنغطس شوية تحت الارض ونقب ونعوم تاني، اكتر من كده ما بنعملش. اي ايجابية تحدث في مصر تحدث سلبيات كثيرة تطمس هذه الإيجابية، وكأن المصريين بيدوسوا على أعناق نفسهم بنفسهم حتى ينزلوا إلى تحت الأرض. هل الصورة دي هتبقى موجودة في الجيل الجديد، ولا يعني احنا يعني منتظرين حظا، منتظرين مخلص، منتظرين منتظرين ماذا أكثر من الشباب الحالم بمستقبل مصر، أكثر من الملايين التي خرجت، مستنيين إيه تاني؟ اعتقد انه هذا الشباب بتاع دلوقتي، شباب التويتر والفيسبوك والانترنت، لن يقدر ان يقبل بالحلول التقليديه او الحلول الظلاميه. فطبعا مصر للافضل، ولكن هذا ان دل على شيء زي اللي بتقوله حضرتك، في اختراقات مخابراتيه قويه وعميقه في احشاء الجسد المصري. في فلوس بتصرف بالهبل على التيارات الظلاميه والتيارات الجهاديه. صح صح. والشعب طبعا شعب فقير، الذي لا يملك جزاءه لا يملك قراره، والذي لا يملك قراره لا يملك حريته. انت عندك نسبه فقر، الناس دي اللي بيظهروا تبع الاخوان اللي انت شايفهم في الشوارع دول، كل واحد فيهم بياخد 200 جنيه ووجبتين بيقولوا وهو بيتظاهر. طبعا اي واحد عواقلي بلطجي ونسبه البطاله والعواطليه في الشارع مرتفعه جدا، كله بيروح يشتغل. هل كل اللي كانوا في رابعه العدويه دول كلهم كانوا اخوان؟ استحاله. الموجودين في رابعه كانوا قيادات الاخوان، والناس الموجوده دي اساسا جايبينها بفلوس، بياكل ويشرب وياخد فلوس كل يوم. يعني في واحد قعد 40 يوم راجع لمراته واولاده ب 40,000 جنيه كل يوم، 1000 جنيه في فلوس بالهبل بتصرف على الناس دي. فطبعا هنا في مش رهيب جدا قوة عالمية في مصر، لما في لو مصر لو نهضت واصبحت قوة العالم كله عمل لها حساب. تمام، بنشكرك شكرا جزيلا استاذ فوزي هرمينة على هذه المداخلة في هذا اليوم اللي احنا كلنا بنتمنى ان يبقى يوم رائع واحتفال بالكرامة والوطنية الانسانية. ان شاء الله يبقى لنا مداخلات تانية في برامج قادمة. شكرا للاستاذ فوزي هرمينة. اعزائي المشاهدين، يعني شفنا، مش عايز ألقي بظلال السلبية على أي حديث، اللي حدث في مصر ثورتين 25 و30 يناير، قرارات 3 يوليو، تفويض 26 يوليو للفريق السيسي وللجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب والعنف، كل دي إيجابيات، وإيجابيات ظاهرة جدا العالم كله شاهدها حتى وإن كان ضدها، حتى لو كان ضدها الآن العالم كله يعترف إن ما حدث في مصر ثورة. اللي بيحصل من الدستور، انا شايف ان الدستور كله هيبقى كويس الا بعض البنود اللي بتؤيد الدولة الدينية المذهبية دي، طبعا مصرين عليها ومادة فوق دستورية، واللي بيفتي مش عارف ان المادة دي هي اللي ممكن تدمر مصر، لان اي حاجة هتؤدي الى انقسام، الى تمييز ديني، العالم كله لن يقبله، وهيلعب معاك على هذا الاساس، وهيجيبك هيجيبك، ملهاش حل. اوعى تفتكر ان انت بعيد، انت مش بعيد، انت بعيدا فقط بانك تلتزم بالانسانيه في كل مجالاتك. لو بتحافظ على الانسانيه، مال الدين ومال يعني الدين بيرتقي بالانسانيه، انت هتنزل بالانسانيه وتقول لي حجه الدين ازاي يعني؟ لا، انت مضطهد الاخر ايا كان بقى نوع الاضطهاد ده ايه، هو مختلف معك فانت مضطهد، مختلف معك في الراي، مختلف معك في الايديولوجيه، مختلف معك في الخريطه، فانت فين التوافق اللي هيحصل بين رايين مختلفين لعدم الصدام المستقبلي؟ تيجي ازاي يعني؟ فانت بتؤدي بهذه الحرافات المزاجيه الى دوله منقسمه. يعني بتوحدها تحت علم واحد ودستور لكل المصريين، لكن في ماده بتقسم المصريين، وهي دي اللي عملت الاخوان وعملت السلفيين، وهي دي اللي عملت مصري من نوع ومصري من نوع تاني. احنا ليه بنغمي عينينا؟ فتحنا عينينا نشوف الحقيقة. الشمس ظهرت في مصر، مش في مصر بس، في كل الدول اللي الشعوب قامت وبتنتفض وبتقول مفيش عدالة اجتماعية.
العدالة الاجتماعية دي مرتبطة ارتباط تام بالدولة الدينية. يعني ايه؟ يعني طول ما في دولة دينية مفيش عدالة اجتماعية، لان في تمييز ديني وفي تفرقة، اذا مفيش عدالة اجتماعية. العدالة الاجتماعية مباشرة مرتبطة بهذا السبب. لكن في الاخر خالص لن يصح الا الصحيح، الشعب المصري يقول كلمتي على مراحل ولكنه يقول كلمته. ارجعكم بالذاكرة ورا لاحداث ثورة القاهرة الاولى والثانية في خلال 3 سنوات ايام الحملة الفرنسية، وان الشعب المصري يكاد في هذه الفترة لا يجد قوت يومه، ولكنه في الاخر بعجل بيته واشترى اي حاجة تانية عشان يمسك سلاح، سيف، سكينة، المهم انه يمسك سلاح يدافع بيه عن ارضه وعن كرامته وعن كرامته. رغم اختلاف الايديولوجيات، ورغم ان ممكن يبث الشحن الديني والمعنوي في هذه، لانه لم يفقد فعلا صوابه وما لم يتحول الى دولة دينية بعد الحملة الفرنسية، على العكس تماما. حينما اراد ان يختار اختار حاكما، يعني قال لك ايه عشان ما نجيبش طائفية، ويمكن ده تفكير انا احترمه في الشعب المصري الى حد ما للفترة بتاعته، واختاروا محمد علي، ما اختاروش حد منهم. يعني لا المشايخ اختارت حد منهم، ولا القضاة اختاروا حد منهم، ولا الشعب حتى لانه كان غير مؤهل للحكم فاختار حد منهم، فاختاروا واحد جاهز، واحد ضابط الباني كان راجل فاهم في الجيش ووضعه كويس وعارف انه هيفكر، وفعلا فكر كويس، واستعان بالاستشاريين كلهم مصريين، وجاب ودمج الغرب، عايزين دولة نعمل لكم دولة، وعملوا دولة. واول ناس فكروا في الفكرة اختيار محمد علي هم الازهر، هم الازهر. انتوا فين؟ سايبين ليه هذه الزخم؟ التاريخ كله بيتحدث وبيقول ان انتوا اساس الدولة العلمانية، اللي هي تحترم الدين وتجله، اللي هي تقدر الدين وتجله، وانتوا عارفين كده، وبعتوا بعثات لفرنسا وهي دولة علمانية، وبعتوا بعثات. يعني فرنسا عملت حاجتين في الازهر اذكرهم بكل ارتياح، يعني التخصص في طب العيون وطب الجلدية، من كتر البعثات اللي راحت فعلا من الازهر تفوقت على الجامعات المصرية في هذين التخصصين في العيون والجلدية. انت بتتعامل مع فرنسا ايه؟ ما دولة علمانية. ولا هي مقولة امام الجامع الازهر زمان الشيخ محمد عبده، قال لك ذهبت الى فرنسا فوجدت مسلمين بلا اسلام، الحضارة الانسانية واحدة، فلا يمكن ان تحيد بها وتدمجها وتقول دي حضارة مسيحية او دي حضارة اسلامية او دي حضارة يهودية، ابدا. الحضارة الانسانية الانسان جواه ضمير، والضمير ده هو اللي بيوجهه دايما. انت تميل الضمير بمبادئ تانية ده وضع تاني، لكن الضمير الانساني والانسانية ليها اتحركت وبقت امم متحدة، وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كل ده انت فين منه؟ انت في نصوص فقهية انت عبد لها. انا بتكلمش على مؤسسة معينة، انا بتكلم على التفكير العام، لكن في الاخر خالص لن يصح الا الصحيح. سواء الذين مسؤولين عن الدين، والذين مسؤولين عن الدولة، مسؤولين عن الماليات، مسؤولين عن الاقتصاد، مسؤولين ما يسموا النخبة، هي الدولة التي ينفصل فيها الدين عن الدولة، يرقى الدين إلى مكانته التي تحوز كل الكرامة حتى من غير معتقد الديانة. يعني ما اعتقدش ان ممكن في مصر يبنى او يسمع عن ان في ناس بتعبد بوذا مثلا. طب لو في 3-4 آلاف خبير جولك من الهند وبيعبدوا بوذا وطالبوا انهم يعملوا خيمه بس في الصحراء هيعبدوا فيها بوذا بتاعهم، هتقول لهم ايه؟ هتتصرف معاهم ازاي؟ هتقول له ايه؟ هتجيب قانون من قوانين القرون الوسطى علشان تتعامل بيه معاه؟ وفين الامم المتحده اللي انت ماضي عليه؟ ما يتعبد في الصحراء لوحده طالما هو ما بيأذيش مشاعر الناس ولا غيره، ويقول وحتى يأذي مشاعر الناس في ايه؟ واحد يقول ان انا بعبد بوذا، انت يعني اللي يأذي مشاعرك فيها؟ يعني انت تتأذي مشاعرك ليه؟ انت في الاخر انسان تحاول ان تغير، ولكن ان تغير بإنسانية، اما بالقهر والعنف والارهاب انت بتهدر كرامة الدولة وبتجيب الدولة تحتها. لكن في الاخر خالص اقول ان الدولة المدنية العلمانية، عشان الناس بتتضايق من كلمة علمانية، العلمانية معناها فصل الدين عن الدولة، ليس فصلا مطلقا ولكنه فصل عن السياسة.
يعني ايه؟ يعني حينما اتعامل سياسيا مفيش داعي ان انا اذكر الاخر ان انا ديني مختلف بيه، ان انا بخل، لكن اذكر المتوافق عشان اوصل لعدم الانقسام. ما هو الانقسام موجود اوريدي، لان انت لما اقول واحد مسيحي وواحد مسلم هما ايديولوجيتين مختلفتين، يعني يعبدون الله ماشي في توافق، في اخلاقيات مشتركه توافق، في تعامل مشترك توافق. اول ما اجي عند العقيده ومارس العقيده ودخلها في السياسه والوظائف وال خلاص انتهى الموضوع، بقى في تفرقه، بقى في تمييز، بقى ما فيش سياده قانون، بقى في حاجات تانية كتير قوي هي اللي بتخلي الدوله تهبط 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 الى ان تصبح لا وجود لها. وطبعا الحل ده حلو قوي وسحري لمن يتامر على مصر من الخارج، سواء نعرفه او لا نعرفه. وانت عارف، طب بتديهم السلاح ازاي؟ طب انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل اباده؟ طب وبعدين؟ يعني انت خليت الدوله كلها شكل واحد، طب وبعدين؟ هنفرض ان انت ده فرض يعني من رابع المستحيلات يعني، لكن هنفرض ان انت خليتها شكل واحد، طب وبعدين؟ اللي هو الشكل الديني وهو كده. طب في الاخر يعني هيحصل ايه؟ يعني انت هتوصل لفين؟ هتبقى زي مين؟ زي الصومال مثلا؟ يعني هل الصومال هو املك الان؟ اعتقد ان الشعب رافض ده. اسمعوا بقى للشعب. الشعب يهمه ان الدوله ترعاه اقتصاديا وترعاه صحيا وترعاه في المسكن والملبس والتعليم والثقافه علشان تنتج دوله قويه لها بنيه قويه. معانا سياده المستشار الاستاذ المحامي رمسيس النجار معانا على التليفون. مساء الخير يا استاذ رمسيس. اهلا استاذ عادل، ازاي صحه حضرتك؟ ربنا يخليك وكل سنه وانت طيب، بمناسبه اعياد 6 اكتوبر، وكل سنه والجيش المصري والشعب المصري طيبين. اتفضل. كل سنه وكل المصريين بخير يا استاذ عادل. تمام. استاذ رمسيس، يعني هنقعد نهات كتير، لكن هو في الاخر هو ده قدرنا ان احنا نحاول ان احنا ننور الطريق لمن لا يرى الطريق، ولكني انا اشك في انه هو يراه فعلا ولكنه يغلق عينيه. انا بقى اساعده على انه يفتح عينيه، يعني ندي لهم شويه حاجات كده يفتحوا عينيه. احنا عارفين دايما ان الدوله الدينيه تملي هتاخد المجتمع وتحطه تحت الارض، وانه من يتامر على مصر من الخارج مش عايز اكتر من كده. يعني لو اي حد متامر على مصر من الخارج مش عايز الانقسام يحدث الا بسبب الدين، هو هيدمر الدوله، هيدمر الدوله دون ان يطلق رصاصه واحده على المصريين، هم رايحين في ده رايحين في ده طالما في انقسام. وحتى يمكن التعاليم الدينيه لينا كمسيحيين بتقول ان المجتمع المنقسم على ذاته، او الدوله التي تنقسم على ذاتها، او المدينه التي تنقسم على ذاتها تخرب. فالانقسام هنا معناه ان انا بدخل الدين في السياسه. استاذ عادل، ده كل بيت ينقسم على ذاته يخرب. طب حضرتك تقول للمصريين ايه علشان نتحد في الرأي وعشان نقيم عدالة اجتماعية؟ مفيش حل للعدالة الاجتماعية الا بنزع مواد سامة من الدستور ومن العقول ومن الثقافات بتقول ان الدين الاعلى، الدين المتسيد، الدين هو المصدر، الدين هو كذا، الدين هو يعني دين. قولها ازاي؟ اولا احنا بنبعت رسالة لكل المصريين بالتهنئة باعياد 6 اكتوبر جميل. التي انتصر فيها الشعب المصري مسيحيين ومسلمين على العدو الاسرائيلي واسترد اراضيه التي تعتبر كل حباية رمل في سينا هي قيمة غالية على كل مصري وقيمة غالية على المصريين جميعا وعلى مصر، لان مصر البوابة الشرقية هي سينا ولازم نحافظ عليها. هذا أولا. ثانيا المواد الدستورية التي تتعلق بالأديان والعقائد، نحن نحاول في لجنة الخمسين أن نلغي كل مادة تتعلق بالعقيدة والأديان، ونجعل كل المواد تتكلم عن المواطنة والوطن والأرض المصرية المقدسة بالنسبة لنا. يعني أنا هستعير بكلمة الوزير السابق للخارجية أحمد أبو الغيط، وقالها في تصريح علني إن مصر هي قدس الأقداس كأرض، أقدس من أي حاجة. وأنا يعني أنا معاه في هذا.
هي انا بقول قدسيه الارض بالنسبه للمصريين بالظبط كده، فلا ندنسها باي ثقافات مغيره باي دخول اخر غير ان مصر تبقى للمصريين، وهو ده يمكن بدايه الحل. اتفضل استاذ رمسيس، انا بوافقك في الراي بس انا بذكر راي يعني تعضيد لهذا الراي كمان من الساده الوزراء السابقين. اتفضل يا استاذ رمسيس. فعايزين ان شاء الله في لجنه الـ50 نوضح حدود الارض، نوضح حدود عدم التصرف في الارض باي نوع من انواع التصرفات. الملكيه ملكيه عامه لكل المصريين، نسمو بالوطن الى مستوى العقل، ونترك العقائد والاديان في القلوب وفي الضمائر وفي التصرفات. هذا ما يعني ما نصب اليه. طبعا حدثت خلافات في اللجنه بخصوص الماده الثالثه وبخصوص الماده 219 ما بين حزب النور والكنيسه، والكنيسه تكلمت عن حق الاقباط في ان يكون لهم ماده يلجأوا إليها في أحوالهم الشخصية وفي كافة رئاساتهم الدينية. يعني هذه المادة وإن كانت قد أثارت قلاقل إلا أننا نثق في أننا سوف نؤكد عليها، وتعتبر مادة أساسية ألا وهي المادة الثالثة من الدستور. طب انا هناقش حضرتك في الجزئيه دي بكل صراحه، يعني يمكن في انقسام في الراي حوالين، او نقول اختلاف في الراي، بلاش انقسام دي عشان كلمه كبيره، هنقول في خلاف في الراي حوالين الماده الثانيه والثالثه. ما تنزع السم اللي موجود في الدستور الماده الثانيه والثالثه مع بعض، ونخليها ان الدوله هي المسؤوله عن الكلام ده. يعني هو انا كمسيحي انا امارس حقوق الشخصيه من خلال الكنيسه، انا معايا ده، يعني اديها الحق في ده من خلال قانون، ومن خلال الازهر من خلال قانون، ولكن اذا كنت على خلاف مع الاثنين مش عايز امارس من خلال الدوله، وهو ده اللي يضمن الحقوق الانسانيه اللي موجوده للناس. لازم يكون هناك نصا في الدستور يحكم العلاقات الاسريه بالنسبه للمسيحيين، وايضا نص خاص يحكم على علاقات الاحوال الشخصيه بالنسبه للمسلمين. ليه لازم يا استاذ رمسيس؟ لان القانون ياتي مرتبه بعد مرتبه الدستور، فالدستور اولا يتكلم في ماده واحده قاصره ثم بعد ذلك يوضحها القانون. فان لم يكن هناك ماده دستوريه فلا يكون هناك قانون، او ان اذا صدر بعد ذلك قانون يكون القانون غير دستوري لان ليس له اصل في الدستور. فنحن نتكلم عن الماده الثالثه على اساس، او الماده الثانيه والثالثه على اساس ان مصر غالبيه شعبها مسلم، فاذا يكون التشريع او ما الاسلام مصدر من مصادر التشريع. ايضا ان هناك غير مسلمين يحتكمون الى شرائعهم، وبذا نعترف بالبهائيه. طب اتحط فين دي في اي دستور؟ احنا عارفين ان الدستور ده حاجه للدوله المدنيه الحديثه او العلمانيه، انا مش هتكسف اقولها، ودي نشات من 200 300 سنه او 400 سنه في بعض الدول، وابتدت تحبو الى ان وصلت الى القمه. فاحنا واخدين الدوله ومش عايزين انها تبقى دوله علمانيه، عايزين نحط فيها نصوص دينيه. قول لي دستور في اي دوله في العالم بينص على ان غالبيه السكان يحكموا بشرائع معينه. القانون والمشرع هو في الاخر انسان ممكن ان يخطئ ان يصيب، والتصحيح ده موجود، انما الدستور انه يكون كانه نازل من السماء ده ما نرفضه، ونرفض ان تكون في اي ماده فوق دستوريه. احنا مش بنتكلم على ان الدستور كتاب منزل، ولكن بنتكلم على ان الدستور مصادر القانون او مصادر التشريع في ايه. ثانيه واحده يا استاذ رمسيس، بس عشان احنا انت راجل قانون، وانا عايز برضو في الاخر خالص، يعني مش عايز ارضي المشاهدين، عايز اقول اللي جوه صدور المشاهدين.
يعني مثلا الدستور بيقول ان القرآن دستورنا والسنة النبوية، ثانية واحدة، والسنة النبوية هي قانوننا محطوطة في المادة الثانية. تقدر تعترض تقول لي دي مش من السماء؟ يا استاذ عادل، مين قال ان النص ده موجود؟ المادة الثانية بيفسروها على انها كده. هنقولها تاني، المادة الثانية بتقول ايه؟ بتقول دين الدولة هو الإسلام، أنت خليت الكيان الاعتباري له دين، يعني الصحراء إسلامية، الترعة إسلامية، الرملة إسلامية، يعني الكيان الاعتباري خليته إسلامي. ومع ذلك تغاضينا عن الموضوع ده وقلنا أيوه يا أستاذ رمسيس، بس اصبر عليا عشان يعني أقول اللي في صدري، علشان أنت راجل قانون ممكن توضحه شوية. أصل حضرتك المادة مش كده، المادة بتقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مبادئ الشريعة الإسلامية، الأرض مبادئ الشريعة الإسلامية، لكن قبلها المصدر الرئيسي للتشريع. لا، قبلها بتقول إن دين الدولة هو الإسلام، واللغة العربية هي لغة رسمية. اللغة العربية هي لغة الرسمية، ودين الدولة هو الإسلام. تمام بالظبط. طب ما دين الدولة، الدولة ده كان اعتباري انت اسلمته، فانت كده عملت انقسام من اولها. ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي، يعني لا مصدر اخر، يعني اي حاجة تانية هتتحط تبع الفقه الاسلامي هي مش تبع المصدر، مصادر الشريعة الاسلامية، هذا القانون يلغى. وأدي حضرتك مثل حاجتين اتنين في قانون ختان الاناث، يجب كان تحريمه قانونيا بعد حملة اعلامية ضخمة، وقف اتنين في مجلس الشعب، اتنين بس، وقالوا هذا مخالف للشريعة الإسلامية، اتلغى النقاش حوالين القانون. صح. طب تمام، حضرتك موافقني بقى. أنا بقى لا بلف ولا بدور، أنت حاطط النص التاني، الكنيسة عايزة تاخد النص التالت أو المادة التالتة عشان تحمي نفسها من المادة التانية. بالظبط. تمام. أنا بقى أشيل الاتنين. أولا أنت في مرحلة انتقالية، شيل الاتنين صعب شوية. لا مش صعب، فخلينا نتكلم. لا مفيش رغبة سياسية، مفيش رغبة سياسية، وفي ضغوط دينية، صدقني أفكار دينية بتضغط على السياسيين حتى هذه اللحظة. بالظبط، فلازم يكون في نوع من أنواع الموائمة، على أساس أن يكون هناك ذكر للشريعة الإسلامية وذكر للشريعة المسيحية. إن شاء الله في المستقبل لما تبقى مصر دولة علمانية ليبرالية لا تعرف للأديان كمصدر سياسي، هيبقى في إلغاء لهذه المواد. بس أولا نتكلم عن المساواة ما بين المسيحي والمسلم، المسيحي وغير واليهودي، المسيحي والبهائي. إذا اعترفنا بأن هناك أديان غير الشريعة الإسلامية في مصر، تلك الأديان تحتكم إلى شرائعهم. الخطوة اللي بعدها، ما هو برضو خلينا منطقيا، احنا خارجين من دولة مش عايز أقول دينية، لا، كانت في طريقها إلى أن تكون دولة دينية، اللي هي أيام السنة السوداء التي مرت على مصر. فمش عايزين نخرج إلى ناصع البياض، لأن المجتمع لن يقبل هذا. المجتمع ما زال في جذوره وفي قلوبه العقائد، لا سيما المسلمين والمسيحيين. فنحن نتكلم من أجل أن نجعل أن يكون هناك شريعة إسلامية تطبق على المسلمين في أحوالهم الشخصية، شريعة الأديان التي تختلف مع الشريعة الإسلامية تطبق عليهم شرائعهم. معنى ذلك أنه بالمفهوم البسيط وبالمضمون النص المادة، أنك تعترف بالبهائية، أنك تعترف باليهودية، أنك تعترف بالمسيحية، أنك تعترف بالشيعة إن كان لهم قانون في أحوالهم الشخصية. هنا بدأت تجزئ القوانين الأحوال الشخصية، ثم بعد ذلك تذوب كلها في القوانين المدنية.
فدي انا شايف انها مرحله انتقاليه يجب على مصر ان تمر بها حتى تصل الى المدنيه العلمانيه المطلقه. تمام استاذ رمسيس، يعني حته تاريخيه، متى وضع نص مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع؟ اتوضع النص ده في الدستور معروف ان النص ده جه في 71، يعني ما هواش من 1400 سنه. لا يا فندم، يعني هو يعني قبل 71 ما كانش مبادئ الشريعه الاسلاميه موجوده في الحكم. بس دستور 23 كان بيتكلم عن الشريعه الاسلاميه مصدر من مصادر التشريع، وعبد الناصر لغى حتى الكلمه دي، تم تعديله بقى المصدر الرئيسي للتشريع. تمام. فعلى هذا الاساس ما زالت، ونحن نقر بالحقيقه، ما زالت الضغوط الدينيه موجوده على لجنه الخمسين، ايضا ما زالت الضغوط المسيحيه على لجنه الخمسين، الكل يتمسك بتلك المواد الصالحه لشعبه. هناك شعب قبطي، هناك شعب مسلم، هناك اختلافات. طب حينما يختلف الاشخاص بقى يا استاذ رمسيس، يعني حضرتك لقينا مثلا ان واحده مسيحيه ولم تغير ديانتها تزوجت من مسلم، وده جائز في المصريين وده ممكن يحصل، صح؟ صح. طيب اختلفت وقالت انا مسيحيه وعايزه اتطلق من الراجل المسلم ده حسب شرائع المسيحيه اللي موجوده، مين يحكم بقى في الموضوع ده؟ في حالة اختلاف بتطبق الشريعة العامة الا وهي الشريعة الإسلامية. بس هنرجع تاني ونقول ان في مواد ملتهبة موجودة في الدستور هي اللي بتساعد على الانقسام، واي انقسام بيحدث احنا بنحاول نلقم الانقسام. انا عايز اللي حضرتك بتقوله ان انا طالما في حق من حقوقي ده انا احاول اخده بطريقة تانية، بس هو لا يصح الا الطريق المستقيم، وانك تلغي الدولة الدينية من اساسها. والغاء الدولة الدينية مش معناه الغاء الدين. طبعا لا، طبعا الدين طبعا لا يلغى، بل على العكس تماما، على العكس تماما. خلي الدين محترم في كل الدول التي بعدت الدين عن السياسه. يا استاذ عادل احنا لسه خارجين، ما بقالناش شهور من دوله، احنا دوله ذات 7000 سنه. الا اذا كان تخلفنا مننا فينا. لو حضرتك طرحت هذا الفكر المتقدم جدا جدا على المجتمع المصري، المجتمع المصري ما زال يحجو في طريق المدنية. فأنا بقول مش عاوزين نؤثر على المجتمع ونقول إلغاء المواد الدينية كافة وتصبح مصر دولة علمانية. هم يفسرون كلمة علمانية على أنها مبارك من سنتين ونص كان بيؤكد على علمانية الدولة. احنا يعني الدولة الدينية دي احنا لم نسمع عليها غير بعد ثورة يناير. احنا قايمين بثورة عشان نسمع على ثورة دينية، وكأن الحرب ضد الاسلام، وهو ده اللي بيصدروه الخطابات الهبلة والعبيطة اللي بيصدرها بعض النخبة اللي مش فاهمة حاجة، وان هي هتجيب مصر وتوديها في داهية بهذه يعني السياسة المنتقصة من العالمية كلها. يعني يمكن المثل ده امثال، مثلا هنقول اي قوانين في السعودية ما بيقولكش بيراعي الشريعه والفقه المش عارف ايه، لكن في الاخر خالص هو مصلحه البلد قدامه، بدليل ان هو اقر بقانون المصريين لم يستطيعوا تقريره، وهو الزواج بسن اقل من 18 سنه ممنوع في السعوديه. بالظبط. طب يعني هو شايف مصلحه بلده ويعيق الدين في طب انا هقول لحضرتك، وايضا هنا في مصر قوانين ممنوع الزواج دون ال 18. ما بيحصلش، ما اقرهوش. لا 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 لا، موجود النص وبيعاقب المأذون وبيعاقب الكاهن اللي بيعمل الزواج دون سن ال 18. بس في ناس معنى ذلك ايه؟ في الصعيد بيتجوزوا 16 و14 يا استاذ رمسيس، انت عارف ومحامي وعارف. صدقني بيبقى خارج عن نطاق القانون. انا عارف ان هناك زيجات مسيحيه واسلاميه دون ال 18، لكن هذا مخالف لنص القانون. في كتير بيخالفوا القانون، لكن فعلا سن الزواج 18 سنه للفتاه و21 سنه للشاب. لا انا عايز 18 سنه
18 سنه للشاب او الفتاه بوكيل، ل21 سنه بدون وكيل. يعني هل القانون ده موجود في مصر؟ ايوه يا فندم. ما بنسمعش عنه يا استاذ رمسيس يعني. لا 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 لما جت الست اللي كانت نائبة مجلس الشعب وقالت زواج القاصرات وتسع سنين وعشر سنين، لان كان في قانون فعلا وما زال القانون قائم ان سن الزواج كان 18 سنة. يعني من بيطالب بتخفيض سن الزواج؟ نعم، مين اللي بيطالب بتخفيض سن الزواج؟ مين المؤسسة الدينية المسؤولة في مصر؟ البرلمان المنحل. استاذ رمسيس انا بسال سؤال، هل الازهر موافق على 18 سنه ولا موافق على اي سن مثلا يعني؟ لا موافق 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 على 18 سنه. طب سايب التيارات الثانيه تلعب ليه؟ ما هو المؤسسه الرسميه. نعم، سايب التيارات الثانيه تقول كلمتها ليه وتلعب ليه؟ هو التيار الرسمي، هو المؤسسه الرسميه. وبالضبط، ما على هذا الاساس لما بنقول لحضرتك ان المصدر هنستعملها لفتره معينه ويكون الازهر الشريف هو المفسر لتلك المواد، الى حد ما عبرنا نصف الطريق. لكن في الوقت الحالي علشان نعبر الطريق بالكامل، انا شايف انه احلام صعبه على الشعب ان يحققها الغير. يعني لازم تبقى مصيبه وكارثه على مصر عشان تتحقق. لازم حملة فرنسية واحتلال انجليزي علشان مصر تبقى دولة، مش كده؟ يا استاذ عادل، احنا لا نقول ان الاحتلال هو الذي يعيد الى مصر المدنية، ولكن الشعب المصري يسير في طريق المدنية. تمام، يسير في طريق المدنية فعلا. انا معك قلبا وقالبا، واوافق على الغاء كل المواد الدينية المسيحية واسلامية من الدستور، لكن هذا صوت مفضوح في الوقت الحالي. فخلينا نقول المساواة ما بين الشريعة المسيحية والشريعة الإسلامية وباقي الشرائع الأخرى دي تعتبر خطوة تقدمية قوية جدا. إن شاء الله نرى في الآونة الحالية يعني المستقبلية البسيطة الغاء لكافة المواد الدينية وتطبيق لكافة المواد المدنية. وإن كانت تلك المواد زي ما قالت المحكمة الدستورية العليا هي مواد تزيينية للدستور، إلا أن وجودها يؤثر على الشعب وعلى المجتمع بأسره. تمام، ممارسة العقيدة وحرية ممارسة العقيدة وإقامة الشعائر وإقامة المكان اللي يقام فيه الشعائر بالنسبة للأقباط بوهيمية، وهنرجع تاني للقوانين العشرة اللي حطهم المستشار الجهبز وقتها في الإعلانات، وإلى العزبي المستشار العزبي، وأيضا إلى اللي بيسموه الخط الهميوني. يعني مزاج الحاكم راضي عن المسيحيين وعارفهم إنهم ناس كويسين يبني لهم كنيستين ثلاثة، لا انحاز للناحيه الثانيه هيهدل لهم الكنيستين ثلاثه اللي بناهم غيره. اولا ان شاء الله بعد الدستور المدني الذي سوف يقره المجتمع المصري، سوف على طول يعرض على مجلس الشعب قوانين بناء دور العباده الموحد. طب انا هقف مجلس الشعب واقول ان هذه القوانين مخالفه للشريعه الاسلاميه، حضرتك هتقول ايه؟ هذه القوانين إن كانت مخالفة للشريعة الإسلامية منذ 1400 عام، إلا أن حالة الضرورة والمواطنة تبيح إقرار مثل هذه القوانين، لأن التعايش السلمي ما بين المسيحيين والمسلمين أصبح يحال الأمر حقيقة. إلى ولي الأمر يحال إلى ولي الأمر يعني إلضاء الرأي، وان يكون ولي الامر هو صاحب القرار. خلاص، هو ده القانون بتاعك. رجعنا للخط الهميوني تاني. لا يا استاذ عادل، برضو انا مش عاوز النظره السوداويه. مش سوداويه، ده واقع يا استاذ رمسيس، ده واقع.
هو ده المنتظر من الدولة الدينية ونصوص الدولة الدينية ان يطبق مثل اللي انا بقوله بالظبط. يا استاذ عادل هو ده المنتظر لو استمرت حكم حكومة الاخوان، لكن احنا النهاردة في حكومة مدنية 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 فبنتقدم. انا متأكد ان قانون دور العبادة ان شاء الله سوف يرى النور. طيب قبل قوانين دور العبادة وان الوعود اللي حصلت من الدولة لتصليح الكنائس المحترقة والاديرة اللي احترقت وبيوت المسيحيين حصل فيها يا استاذ رمسيس؟ يعني ان شاء الله خلال اسبوع هيصدر قرار من وزير الدفاع ووزير الدفاع تعهد بهذا، لكن انا شايف ان الوقت لسه لم يحن لان هناك مشاكل اقوى من ترميم الكنائس، وبدليل ان قداسة البابا شخصيا ما يعني حتى هذه اللحظه لم يتكلم. لازم كله يمشي مع بعض يا استاذ رمسيس. ما انا في حاجات اقوى كتير واللي احنا ناقشناه في مواد الدستور ده اقوى بكتير من بناء اي كنائس، لكن في الاخر خالص ان كل الدنيا تمشي مع بعضيها. انت مؤمن بوجودي في المجتمع ولا غير مؤمن بوجودي في المجتمع؟ هي دي النظريه. انت تعني نفسك انك ترى المسيحيين في المجتمع الشرقي. الايمان بالوجود هو في وجود نص الماده 3 التي تؤمن بان هناك شرائع غير الشرائع غير الشريعه الاسلاميه يقيمون على ارض مصر، مصريون لهم ذات الحقوق وعدم تلك الاسلام. تمام انا اشكرك بوجود هذا النص في الاخر خالص. النص ده بيزيد الانقسام عمقا لانه بيحفظ حق المسيحيين الى حد ما في شرائعهم الخاصه بنص دستوري، ولكن في الاخر بيضغى عليه المادة الثانية إن أردنا أو شئنا أو أبينا. بس في الآخر خالص هو نوع من أنواع إثبات الوجود زي ما حضرتك قلت كده، وزي برضو إن هو يعني فن الممكن، هي دي السياسة بتاعتنا دي آخرها. حقيقة زي ما حضرتك قلت هو هذا هو فن الممكن حتى نصل إلى الغير ممكن. تمام استاذ رمسيس، يعني أنا شايف إن حضرتك متفائل وبفن الممكن ممكن نصل الى تعايش، ان احنا ننزع فعلا هذه القنابل او هذه المتفجرات اللي موجوده في الدستور مع الايام. حضرتك اللي ينزع الكلام ده تعليم جيد. انت فين من التعليم الجيد؟ وفين من البعثات اللي تقيم مصر من الموت؟ مصر كادت ان تموت. بالظبط. اذا بما انك تؤمن بان مصر كادت ان تموت وان تتقسم وان تسلم الى القاعده، فاذا نحن اذا استطعنا ان ننجو بها في هذه المرحله يبقى نحن حافظنا على مصر، والتاريخ لن ينسى وقفه الاقباط، والتاريخ لن ينسى مقوله قداسه البابا ان هذه الكنائس فدى انقاذ مصر قربانا محبة للتقرب نعود. تمام الو ايوه معاك يا استاذ رمسيس اتفضل كمل. الو استاذ رمسيس معانا؟ ايوه استاذ رمسيس يعني كلمة في عجالة كده. احنا بنحيي الشعب المصري، بنحيي الجيش المصري، وهو ده الامل بصراحة طبعا. ان الشعب بيتحرك في الشارع وان الجيش فعلا جيش وطني ومش بيسمع، بينقاد لأوامر الشعب كما قال معلم الجيش كله الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إن الشعب ينزل ويديني أمر وفعلا هو نفذ الأمر. وإحنا بنطالب الشعب المصري بأنه فعلا يخطط لمستقبله، لمستقبل الشعب المصري، وليس لعنصرية معينة في آراء بعض الأشخاص. حضرتك تقول له إيه في هذا الظرف؟ يمكن أنا عارف إن إحنا في مفترق الطرق، ولكن في الآخر خالص لا يضيع الصوت هباء، انما احنا بننادي من اجل مصرنا اللي احنا بنحلم بيها دايما، مصرنا ومصرنا. اقول اتفضل. اقول كلمتين. الكلمه الاولى للشعب المصري جميعا، يجب ان تسمو الجنسيه فوق العقائد، هذا اولا. تمام. واقول للسيد الفريق عبد الفتاح السيسي، ان كنت قد انقذت مصر من براثن الدولة الدينية فعليك أن تستمر في قيادة مصر حتى تصل بها إلى الدولة
الديني المدنية الديمقراطية. ماشي، أنا حضرتك مش قادر تقول العلمانية. لا حضرتك خلينا يعني إيه، ما فيش حاجة اسمها سيفل، نلعب بفن سيفل كونتري، في سيكولر كونتري، يعني هي في علوم الدول الدولة علمانية من أيام محمد علي، عارف إنها علمانية. حسني مبارك من سنتين ونص بيقول لك الحفاظ على علمانية الدولة، الآن لا نستطيع أن ننطق بالعلمانية، هي علمانية، العلمانية هي المدنية يعني بالمعنى المفهوم، عشان ما قربهاش يعني. المدنية هي العلمانية، هي الليبرالية، هي الدولة التي تراعي المصالح ولا تكون منارا لل او مصدرا لل يعني كلمة علماني حتى في بالنسبة للمسيحيين اساسا ان هو من الشعب، يعني اما كاهن واما علماني. يعني الموضوع مش بعيد حتى عن الشعب المصري وفكر الشعب المصري. عموما انا بشكر وطنيتك استاذ رمسيس، وتملي احنا بنحسس على حتى اللي بيغلطوا فينا وعايزين يحكمونا بنصوص دينية، وبنقول لهم ان احنا بنحبكم، بس ده مش هيفيد مصر في الاخر. طبعا انت متفق معايا في كل الكلام اللي احنا قلناه، انا فاهم ان احنا بنحاول نمارس سياسة فن الممكن، وان احنا انا متفق مع حضرتك في اننا نلعب فن الممكن حتى نصل الى غير الممكن الى حد ما، لكن في الاخر خالص نريد طريقة ايضا لتمثيل الاخباط في البرلمان القادم. ارجو من رجال القانون ومن رجال السياسة المصريين الخالصين ان يجدوا حلا لهذا الاستقطاب اللي هيودي الدولة الى يعني غياها بالزمن زي ما بيقولوا، وان كل المهمشين، احنا يمكن اقترحنا اقتراح ان يبقى فيه 2 من كل محافظة، 2 مسيحيين و2 امرأة و2 شباب، عشان تستقيم الامور، يبقى فيه 150 كرسي. يعني حتى يعني لما تديني الحرب اديني سيف، يعني لما تدخلني ساحة الحرب اديني حتى عصاية زي ما بيقولوا يعني. اتفضل يا استاذ رمسيس، هل على ده ايه يعني، ده ممكن يحصل؟ نعم ده ممكن يحصل، الكوتا يعني بمدة 3-4 مرات للمرأة والاخباط والشباب. مما لا شك في، بص احنا لينا حديث بكره باذن الله في مجله المصور. أيوة. عن الكوتا، وقلنا وطالبنا بان يكون لينا مقاعد ودوائر لا يرشح فيها الا المراه، ودوائر ومقاعد لا يرشح فيها الا الاقباط. شكرا يا استاذ رمسيس، وبكره هنقرا المصور وان شاء الله برضو نستضيفك فيه حوارات اخرى وتقول رايك، لان رايك بيبقى فعلا راي قانوني مفعم بسياسه الواقع. وبنشكرك على هذه المداخله القيمه استاذ رمسيس النجار، المستشار والقانوني والمحامي البارع، شكرا جزيلا يا فندم. اشكرك استاذ عادل المشاري. معنا مداخله مخرج، معنا اسم المداخله ايه، بنسال بنت الرب. مساء الخير يا بنت الرب. مساء الخير ليك يا استاذ عادل، انا بحييك وبحيي البرنامج العظيم ده النهارده. ربنا يخليكي. وبتفق مع حضرتك في كل كلمه قلتها، وعلشان الكلام ده يتحقق حاجه مهمه جدا، احنا كاقباط في المهجر في اي في كل بلاد العالم لازم ننزل، ستات ورجاله اللي صحته وظروفه تسمح لازم ننزل. احنا بنهاتي من هنا صح. بنهاتي من بعيد وبنقول كلام حلو، يعني كل كلام حضرتك حلو ومعقول. لازم حد مننا لازم ننزل كتل ونشوف ايه ونطالب، انما احنا هم من هنا وهم هناك عملوا ايه، كل الوزراء وكل ده كلهم مسلمين، لكن كلام حضرتك اللي بتقوله صح 150 ما بين الستات وما بين الاقباط، احنا مش واخدين حقنا كده، واحنا لازم ننزل. وكان في الاستاذ نجيب المحامي من مصر كان بيصرخ امبارح على محطه من المحطات المصريه القبطيه وبينادي بيقول عايزين ناس، عايزين هم فعلا عايزين ناس، وعايزين ناس من مصر. تمام، احنا يعني من اوائل الناس اللي صرخنا بموضوع ان اي مواد ملتهبه في الدستور هي اللي تؤدي لانقسام الشعب المصري، وتؤدي في الاخر الى عدم العداله الاجتماعيه. ما اعرفش يعني، انا عارف ان الشعب المصري شعب ذكي جدا وعبقري جدا، وهقولها باللغه الدارجه هو مدكن، هيشوف النخبه هتعمل ايه،
ما نفعتش الثورة قادمة قادمة للعدالة الاجتماعية، سواء شاء الإدارة المصرية أو أبت، لأن الشعب لن يقف أمامه أحد، وهو ده الحل إنه ياخد حقه. شكرا يا بنت الرب، وشكرا على مشاهدتك ومتابعتك لينا، وربنا يخليك. سؤال تاني. اتفضلي. لو احنا استنينا لما ينزل الدستور ميدي يمكن يقولوا استولات، لو لكن احنا في ايدنا السلاح دلوقتي، مش هتقدري تعملي حاجه. اللي انا عايز اقوله لك، حتى لو نزلت مش هتقدري تعملي حاجه في الدستور، لانه في ممثل للشباب وهم مش واخدين بالهم ان المواد دي التانية والتالتة مواد ملتهبه، مش لسه مش مدركينها. لكن الشعب المصري عارف بالتبعيه، لو هي ديكور مش مشكله، لو هي هتفعل على ارض الواقع هيقوم تاني للعداله الاجتماعيه، وده الكلام اللي انا قلته. فالدستور خلاص هيتحط بنفس الصيغه دي، يعني مفيش ديمقراطيه في وضع الدساتير عموما يعني. خلاص، بس وي هاف تو فايت، لان لما نقعد كده مش فايت بالقوانين، وانت طول ما انت بتثبتي وجودك هتاخدي حقوقك، وحقوقك الانسانيه هتاخديها. طول بتقولي انا موجوده، فين حقي؟ لا يضيع حق وراءه مطالب. واحنا كمان لازم نشجعهم في مصر. تمام، احنا بنشجعهم، ده احنا بنزقهم. بس لازم برضو اللي يقدر ينزل مننا، اذا كانوا ستات او رجاله، صدقني دي تعمل حاجه كويسه، تعمل حاجه طبعا كويسة. طبعا دي مشاركه فعليه على ارض الواقع، انا احييكي عليها، من يستطيع يفعل. صدقني انا يعني لو صحتي تسمح كنت اكون هناك، لكن يعني كل واحد كتير على فكره بيروحوا، يعني حتى لو كان ليهم اغراض بس برضه بيروحوا. في ناس هنا زي المؤتمر اللي حصل في نيويورك قبل كده، ودعا اليه المستشار ماجد رياض، ليس الراجل له مؤسسه عريقه هنا ومش هيسيبها وينزل يشتغل في مصر، لكن في الاخر خالص هو مصر موجوده جواه. وانا لا امجد في اشخاص، ولكن في الاخر انا بذكر مواقف على اساس ان الناس فعلا، في ناس بتحب مصر سواء كانوا مسلمين او مسيحيين وعايزين منفعه مصر. الناس دي لازم يتوجد لها المناخ الاعلامي الحر، على اساس انهم يقولوا رايهم من غير تقيد ومن غير ما حد يهدده، لان معروف ان الرد الديني كله تهديد، اما بالقتل واما بالسحل واما واما واما، وانت عارفه. فالموضوع ما فيش حريه راي خالص بتقال في هذا الموضوع، لدرجه ان الماده الثانيه فرض عليها الحظر انها ماده فوق دستوريه، جايه من السماء على طول. يا ساتر يا رب. يعني ما هو ده اللي بيتقال. فشكرا يا بنت الرب، واحنا فعلا ربنا يوفقنا كلنا ويوفق القضيه، هيوفقهم. والشعب المصري ذكي وعارف، من 200 سنه عملها، من ايام محمد علي وانشا الدوله العلمانيه وليست المدنيه. ويسوع فوق الكل يا استاذ عادل. تمام، لا اقصد يعني ان الشعب المصري برؤيته بيحقق، لان اراده الشعب من اراده الله. ايوه. والله ينظر دايما الى الشعب المتوحد، ايا كان هو الشعب ده عايز ايه، وفعلا لانه يمطر على الاخيار والاشرار، مش بمعنى ان الاشرار بيكافئهم، لا، بمعنى ان الله بيوجد الحياه لكل مخلوقاته. فدي لازم تكون جوانا كلنا، لا يميز بين من يقول ان هو الاله الحقيقي او من لا يقول ان الاله الحقيقي، دي معروفه من التاريخ. اذا التعامل بالدين ليس هو الانقسام، اذا كان ربنا ما بيقسمش الناس، احنا نقسمهم؟ لا طبعا. بس لا كده طبعا. فده الكلام للمسيحي والمسلم. أيوة. مش يعني للاثنين، يعني ليس لك فخر بمسيحيتك او ليس لك فخر باسلامك انك تنتمي الى هذا الدين، ولكن افتخر بانسانيتك التي اوجدها فيك الله ايضا. يعني أيوة. اذا كان الله هو وضع الاديان فهو الله خالق الانسانيه، فبالاولى بالاولى ان انا اعمل من اجل الانسانيه. اي نص فقهي، اي عقيده، اي شريعه تعارض هذه الانسانيه اكيد من الانسان. ايوه صح. والانسان لابد ان يجرى عليه تعديلات، لازم ابقى انسان عارف مصلحه بلدي ايه. مفيش حاجه اسمها نصوص الهيه او نصوص دينيه تحكم الى الابد. هو ده اللي احنا بنقوله، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نوضحه للناس، ان ده ملوش علاقه بالكفر اللي هم بيدعوه، لان ايمانك لا يلغي انسانيتك، واذا لغى انسانيتك يبقى في حاجه غلط. ايوه ايوه. تمام يا بنت الرب، وشكرا جزيلا، وانا بشكرك للمره الثانيه على المتابعه، وكوني متداخله معنا وفاعله بالراي، وربنا يبارك. معنا الاستاذ نبيل جرجس. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ نبيل، اتفضل.
ايه مين اللي بيطالب؟ الشعب نفسه ما بيطالبش بان الشريعة تكون هي المصدر الاساسي ولا التشريع ولا whatever. الناس كلها fed up، مش عايزين الحاجات دي. مين اللي هم بيمثلوا ويحطوا الدستور في الحكومة هناك؟ الناس مش عايزاه. المفروض الدستور ده يعكس إرادة الشعب. ما هو هذول عمالين يحطوا حاجة غصب عن الشعب. تمام. وبعدين كون ان هم يقولوا ثورة ثالثة زي ما قال بعض السياسيين. بالظبط. وبعدين كون ان هم يقولوا الإسلام هو الله، ده يبقى هم خايفين على الإسلام. انتوا خايفين من ايه؟ ما الإسلام بقاله 4400 سنة، ما تسبوه. انتوا مالكم وماله؟ خايفين على الإسلام؟ انتوا اللي بتدافعوا عنه؟ ليه ربنا هو اللي يدافع عنه؟ سيبوا الناس تتنفس. هو مش مقتنع ان هو لو ساب الاسلام ده الاخوان نفسهم قالوا احنا حماة الاسلام. يعني في السنة اللي حكموها دي لو يحكموها مثلا كان الاسلام ضاع مثلا. يعني حاجات بتتقال ممكن تخليك ايه يعني، لازم وانت بتسمع الخطاب الديني من الاخر ده لازم يبقى عندك طول بال، لازم يبقى عندك حاجة كده تاخد حاجة كده تهدي لك اعصابك، لانه بيقول الشيء وعكسه في نفس الخطاب في نفس الجملة. المشكلة اذا كان ده دين ودين سماوي وكل حاجة، ليه ربه؟ هو اللي ياخد باله منه. هو ده اللي انا عايز اقوله عشان ما نفرقش. الاله الخالق للاتنين واحد، الله خلق الناس بالزبط. جميعا وخلق الكون، وده احنا يعني انا بدور على الايجابيات اللي موجودة. اذا الله الذي نعبده جميعا مسيحيين ومسلمين هو الاله الواحد اللي موجود في كل واحد من كون ان انا بتعرف هو يدافع عليه اكتر عن دينه. كون ان انا بتعرف عليه اكتر او ببعد عنه اكتر، دي مش معناها ان الاله مختلف. بالظبط. وبعدين هو يدافع عن نفسه، ما هواش محتاج احنا ندافع عن الله. يبقى الله ضعيف. حتى منزه عن ان انا اقول ان انا اخليه يدافع عن نفسه. الله ملتحم بالبشريه وبيحب البشريه، وهو يعني عايز اقول ايه اللي خلقها وجد لها قوتها اليومي وصنع الارض من اجلها. يعني اكيد خلق العقل في الانسان عشان يطور الحياه البشريه مش عشان يدمرها. بالظبط. اخر نقطه علشان ما اطولش عليك، لما يقولوا دوله اسلاميه، هي الدوله عباره عن ايه؟ مش هي الارض حيطان وطوب وترعه ورمل وشجر بالزبط. وزرع؟ يبقى الارض اسلاميه. ما هو ده بقى اللي بيقولوا اللي بيسموه الخبلان اللي جاي من النخبه، اللي مش قادرين يعارضوا الثقافات اللي اتزرعت في خلال 20-30 سنة، وهي دي المهمة اللي حطها يعني البذرة السم اللي وضعها السادات بوجود الطيارات دي اللي هي مخالفة أساسا للإسلام المصري. بالضبط. وما تعملش it does not help anything. دي حاجة بتخلي الناس يعني بيفتكروا ان هم يعني الأرض والمية والحاجات. إما نحن أو الهوية، إما نحن أو الفوضى، من حسن مبارك نفسه، من الاخوان نفسهم، ومن اي حد هينتهج النهج الديني نص نص، اما انا او الفوضى. هنفضل كده لغايه لما يعي الشعب المصري انه لابد ان يقضي على هذه النخبه اللي تقول على هذا الكلام زي ما حصل في فرنسا. بالظبط. ويا ريت يا ريت الناس كلها تفوق وتقف، لان هم اللي بينادوا بالحاجات دي. الشعب المصري يفوق بكارثه. الناس اللي بينادوا بالحاجات دي هم ائمه الجوامع، والمشاكل كلها جايه من ائمه الجوامع. على فكره وزير الاوقاف ابتدى يحط ناس محترمه لائمه الجوامع، وابتدى يلغي خطبه الجمعه في بعض الزوايا. يعني القرار فاضل له بس حاجات كده ويتنفذ، ودي للمصلحه العامه للبلاد. هو مش هيقول اسلام غير الاسلام يعني. بالظبط. هو بس العمليه انه لا تستخدم ساحات الجوامع او اللي هي في الميادين والتجمعات كسياسه، ودي مطلوب منها. حتى لو كان الاثنين اللي بيصدوا بعض مسلمين، واحنا شفنا ان في الاخر خالص ان المسلمين بيتخانقوا طالما وجد الدين في السياسة. مش الموضوع مش مسيحيين خالص، موضوع ان وجود الدين في السياسة بيخلي اتنين اخوات يتخانقوا. هم ما هو باين ان هم الاخوة المسلمين عمالين يحاربوا في بعض. انا صح وانت غلط، وانت غلط وانا صح. بالظبط. فهي هي دي المشكلة. ده يخلق انقسام اكتر وعدم وعي. عدم الانقسام هو ايه؟ ابعد ان الدين عن السياسه. انت عايز سياسه، المبادئ السياسيه والعلوم السياسيه، ونجيب ناس ونعمل دورات سياسيه في القرى حتى والنجوع، في ناس كتير قوي تفهم في السياسه. لكن في الاخر خالص اين توجد الاراده السياسيه لهذا؟ هو ده علامه الاستفهام. حاجه تفور الدم. لا ابدا يا استاذ نبيل، احنا معاهم لغايه لما ربنا يسهل. معانا الاستاذ مايكل.
شكرا. استاذ مايكل الو معاك يا اخي سامعني؟ ايوه معاك يا استاذ مايكل اتفضل. اوكي يا سيدي انا ساعات بستغرب بقول لك يعني مثل عند العرب لا يلدغ المرء من جحر المرتين. لا يتلدغ لو كان غبي. يا فانتوا طالعين من درس اخوان على قراعة الطريق في كل مكان قتل واغتيالات واحتلال نص سينا وحرب مع الجيش و و و و و لسه يعني سخنة ما تعلمتوش ايه الاخوان وهاول يطلع يقول لك لا 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 دول الاخوان دول اصل يعني من نوع تاني كأن فيه اسلام صناعه في المريخ ونوع تاني يعني بصراحه حرام حرام يلدغ المر من جحر المرتين ولسه المره الاولى من خمس دقائق. فلما تديهم نافذه تفتحها كده شويه حته بسيطه كده وتكتب فيها دين الدولة الإسلام هيخش لك تاني الإخوان دي وهيخش لك علي بابا وهيخش لك الأربعين حرامي وإن كنت راجل ست بالظبط كده. أنا بستغرب لأن أنا آسف يعني مش عايز أطول عليك يعني الحرية دي المدنية والرقي ما تقدرش تقطع منه حتة وتسيب حتة. لا يمكن. يا يا اما حريه للكل يا اما تقول ان كنت راجل لا مؤاخذه دين الدوله العداله وخلصت يا سيدي. ولا اسمع يعني موضوع دين الدوله ممكن نقول دين غالبيه السكان هو الاسلام. انا مش معترض مثلا والكارثه يا استاذ لا مؤاخذه مقاطع كلامك الكارثه هتقع على راس المسلم قبل اي نوع تاني لان ده بيقول لك انت مش موافق عليه زي ما انت قلت سيادتك من شويه يبقى انت الكافر. تعال مسلم شيعي سني كله هو لا يصح الا الصحيح يا استاذ مايكل. واحنا بننادي بان الدين يفصل عن السياسه انما السياسه هي فن الممكن. الدين ليس فنا ممكنا. الدين نصوص وفقه يعدل او ما يعدلش باصحابه باصحاب هذا الفقه وباصحاب هذه اللغه. والدين يحترم في الدول العلمانيه كشيء يعني مش ممكن ان يعتدى عليه من اي حد. وده اللي مش واصل للشرق واحنا بنحاول نوصله ان مفهوم الدوله مفهوم حضاري انساني لا يتدخل فيه الدين. الدين سمو واخلاق. العلمانيه هي الحد الادنى من الاخلاق هي الحد الأدنى من القيم بتنفيذ سيادة القانون. أما الدين يعلو عن هذا. يعني أنت لو مش بس مكتفي بالقانون اعلو بدينك عن أنك تبقى كمان متسامح أكتر هتبقى في مجتمع في الأساسيات. شكرا جزيلا أستاذ مايكل. معانا مرجان. مساء الخير يا مرجان. أستاذ مرجان. أيوة يا أستاذ عادل سلام المسيح معاك. سلام وسلام ومحبة ونعمة أيضا. أنا بس عندي نقطتين بسرعة. يعني طبعا أنا ببعت لكل الشعب المصري فرحة انتصار مصر بأكتوبر وأنا راجل أعرف معنى الفرحة دي لأني خدمت أنا مسيحي قبطي وخدمت جيشي ووطني وأتمنى لو رجع بي السنين أخش الجيش تاني وأدافع عن بلدي. إذا الوطنية قبل العقيدة صح؟ بالضبط بالضبط. عندي بس سؤال للحكومة المصرية وللحكومة الببلاوي اللي قالوا إن إحنا هنقدر وبإذن ربنا هنرمم كل الكنائس. راحوا الربعة وراحوا النهضة وعملوا سفلتوا الشوارع وصرفوا عليها. هو رئيس الوزراء وعد بحاجة؟ انا ما سمعتوش عن نفسي بصراحه. اللي وعد وزير الدفاع والحكومه وعدت قالت والبابا طلع من يومين ثلاثه وقال البابا تودرس نفسه. قال في لجنه في لجنه لسه ما قررتش. ايوه بس يعني ده بس يوريك قد ايه موضوع حتى لو اتصلحت
ماشي هتتصلح. ان الموضوع بلجنة او بغير لجنة هتتصلح، بس مش هو ده الموضوع. ماشي، بس شوف شوف هنا، شوف الاولوية راحت لمين بقى. رابعة اللي بهدلت البلد. لا لا لا، رابعة علشان حدث، حدث عالمي، حدث عالمي. وهل حرق 86 كنيسة ده مش حرق، مش حدث عالمي؟ حدث عالمي بس جانبي شوية، معلش يعني. ما نطلعش نقول للناس دي هنبني لكم اهو، ورونا حاجه. هو كلام اتقال وخلاص. لا لا، هيوروك وهيبنوا كل حاجه بس مع الوقت. لكن هو في الاخر حادث رابع، حادث عالمي، والاهتمام بيه جه من بؤره الاهتمام العالميه بهذا المكان فقط، علشان عدم التواجد فيه مره اخرى. وخلي بالك هو حدث التانية. امني كمان. ماشي ماشي. النقطه الثانيه وما زلت بقولها، ان كل المصريين واخدين ومنخدعين على ان السيسي راجل فوق دماغنا، السيسي راجل بطل، راجل مصري اصيل. لكن هل على السيسي اذا نزل 30 40 مليون مصري ينتخبوه، هل هيبقى في يوم من الايام رئيس لجمهورية مصر العربية من غير ما يجيب طنطاوي وسامع عنان؟ انا عايز اي واحد اعلامي صحفي وزير يطلع. هل المصريين هيوافقوا على معتقدين ان السيسي هيقدر، ومش هيفكر في يوم من الايام ان طنطاوي وسامي عنان هم اللي سلموا البلد، وفي مئات من الشهداء راحت على ايديهم؟ هيجيبهم يعني يعمل بيهم، هيجيبهم يحاكمهم تقصد؟ طبعا لا، هم طبعا. هل هيقدر يعمل كده؟ الاخطاء السياسيه اللي هي بغرض مصلحه الدوله العليا دي معروف من سياسات في الدول العالم كله انه لا يحاكم عليها طالما ان النيه واضحة ومعلنة ان مصلحة مصر في هذا. يا سعادة الباشا، ده طالع له استاذ نجيب ساويرس. نجيب ساويرس اول امبارح بيقول لك سامي عنان، سامي عنان قال له يعني نجيب ساويرس طلع وقال ده سامي عنان قال له صلح امورك معاهم. ما هواش دليل اتهام، صلح امورك معاهم، لان احنا مش قادرين نحكم البلد. الراجل قال كده. اصلح اموري مع ايه؟ مع واحد ارهابي؟ ما هو مش هو كان حاكم البلد وكان في ناس منتخبينه. مين اللي انتخب الاخوان؟ المصريين. انت معتقد يا استاذ عادل الانتخابات دي فعلا انت معتقد انها كانت حقيقيه مش مزوره؟ لا مزوره. بنسبه كام دي بقى؟ انا ما اعرفهاش، ما اكذبش عليك. لا هي مزوره، بس بنسبه كام؟ هل في مصريين راحوا انتخبوا ولا لا؟ اصل انت ما كانش عندك حاجتين، عندك محمد مرسي واحمد شفيق، ما عندكش حد تاني. زورت الانتخابات كالعادة، لكن في الآخر إن الشعب المصري خرج وانتخب. جزء من الشعب المصري خرج وانتخب. هو جه منين؟ ما هو جه من هنا. وبعدين في حاجة عايز أقول لك عليها، لما يطلع رئيس الجمهورية المؤقت يديني كنيسة 300 متر، نفس الكلام اللي قاله مرسي وهو عايش. كنيسة 300 متر، إيه حكاية 300 متر دي؟ هو تفتكر إن مرسي كان هيحط القانون ده؟ لكن اهو طلع وقال 300 متر. 300 متر. انا هنا بدور على ايه حكايه كل الرئيس المؤقت ده محدد لي للاعباط 300 متر. 300 متر ده انا عايز اعمل حوش، ده انا عايز اعمل دورات مياه، ده انا عايز اعمل كذا. ايه 300 متر دي؟ ودلوقتي مصر فيها عربيات كتير، عايز تعمل جراج. هو نفسه الرئيس المؤقت يقدر يعيش في شقه 300 متر هو ومراته؟ اتحداها على الهوا. معاك حق طبعا، لان ده هو ده الفكر المتخلف الديني المتخلف اللي وصل لرئيس الدولة كرغبة شعبية. ما هي دي المشكلة، ان كل ناس لما بتتحط كالنخبة بيجي لها يقول لها ادي القوانين بتاعتنا، الشعب كذا وكذا وكذا وكذا، والشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. يا راجل ده لو جبت بقرة تعيشها 300 متر صدقني عمرها ما هتخلف. شكرا لك يا استاذ عادل. شكرا يا استاذ مرجان. معانا الاستاذ محمود. استاذ محمود الو. عندي كم نقطه. اول شيء خلينا نقدم التهنئه لمصر وسوريا في انتصارات اكتوبر. تمام. وما ننسى شهداء ومجهودات الجزائر وشهداء الجزائر وشهداء الكويت وشهداء فلسطين. ورغم انه الكويت لحد الان عندهم 250 الف مواطن بدون جنسية، ونحن في القرن
1414 الآن، وما زال عندنا في الدول العربية مواطنين بلا جنسية. العمال بيحصل الآن في موضوع الدستورية، بس حاب أول أتكلم عن موضوع الاحتفال اللي شفناه مبارح أو احتفال أكتوبر. الغريب إنه الدول اللي شاركت في الانتصار ما شفناها، لكن الدول اللي شاركت في الخيانة شفناها بالستيج. يعني أنا مش مستوعب كيف إنه رئيس الوزراء الأردني على الستيج بالوقت اللي أكتوبر الملك حسين ركب طيارته وراح تل أبيب قال جولدا مائير ديري بالك العرب عايزين يجتاحوكي. يعني لكن يعني معلش يعني اتهام الخيانة أستاذ محمود يعني اتهام خطير جدا، والإعلام لا يجدي نفعا من أننا اتهم فلان بالعمالة أو الخيانة، وهو ممكن يكون بيعملها كاستراتيجية لأن دي كانت مطلوبة وكان الشعب العربي كله في مواجهة، والمواجهة دي حطتها النخبة، لكن كان في سياسة وانتهجها السادات بعد كده واتهم بالخيانة أيضا. طيب خلينا نعبر عن هذه بس تمام. يعني انا عايز اقوله ان الخيانه ليست في التعامل السياسي، ولكن الخيانه في ان مصلحه بلدك ما انتش شايفها. والله هي تمت الخيانه على كل حال من 40 عام كان في بذور الخيانه ما بنقدر ننكرها. لما انت دولك العربيه بتحارب وانت تركب طياره وتروح تستغيث في جولدا مائير وموشي ديان تقول لهم ديروا بالكم، حتى موشي ديان قال له كيف انت يعني عسكري جاي تقول لي على شعبك؟ انت مش معقول تكون صادق. وبعدين اثبتوا انه هو صادق وصار يقول لك هو هذا الملك تبعنا. عرفوا معاد يعني الحرب من ياسر عرفات مش من الملك حسين، من ياسر عرفات نفسه عرفها زمن الهجمة بس ما صدقوه. كل حال احنا يعني بنحتفل بالانتصار رغم كل المرارة تبع خيانات العرب طبعا. اللي عرضوها ضاعت كل الحقوق العربية تمام. الخيانة لكن الان في موضوعك الدستورية كل... عايز اقول لك يا استاذ محمود الخيانة في كل دولة ليست للعرب بس وحدهم، يعني ايام نبوخذ نصر كان فيه خيانة، الدولة الرومانية فيها خيانة مزبوط. الدولة الانجليزية مزبوط. والملوك الانجليز كان فيهم خيانات، يعني كل الحكام الخيانات دي اصلها حاجة في الشعب. السلطة الحاكمة دايما بتحاول يقولك انا فاضل لي خطوة واقعد على الكرسي، ويمكن اكبر امثلة كان اللي قاد حرب ضد التتار سيف الدين قطز اللي قتله بيبرس، قتله قبل ما يرجع من المعركة عشان ياخد الكرسي. دول كانوا مع بعض بيدافعوا عن بعض في الحرب، لكن السلطة حاجة تانية. وعشان كده احنا بنقول السياسة مختلفة تماما عن انك تدخل فيها دين. هل بيبرس طيب. قتل قطز بنزعة دينية ولا نزعة انسانية ان هو عايز ياخد مكانه؟ صراع السلطة بالظبط والذهب وال... هو الصراع على السلطة ما بدخل فيه شوية دين واقنع الناس ان الدين ده هو اللي هيحافظ على ان دول يبقوا على السلطة، وعشان دول يبقوا على السلطة يبقى التخلف موجود في المجتمع وما زودش التعليم عن حد معين وهكذا. طيب بالنسبة للدستورية سامعك تتكلم على الدستورية لو سمحت. يعني في موضوع الدستورية في شغلتين معضلات اعتقد. انه موضوع البند بخصوص القوات المسلحة ومواضيع الدينية. انا سؤالي الان ما بين السياسة والقانون والدين والمواطنة، اذا انت الان بدك توضع هوية الدولة وتقول انها اسلامية او بوذية او اشورية او الى اخره، يعني هل معنى هذا بكرة انه المواطنين حيتم فصلهم في الاداء الوظيفي والمواطنة والانتماء على انتماءاتهم الدينية؟ يعني المسيحي والامازيغي بكرة ما يخدم في القوات المسلحة والشرطة لانه القانون ما سمح له ووضع الدولة اسلامية، فانا كمسيحي طيب ليش اني انا اخدم او يكون عندي مواطنة للدولة اكون عضو لدولة السمك لبن تمر هندي يا استاذ محمود؟ تفضل. دي دولة السمك لبن تمر هندي طبق السلطة كله موجود، ولما نختلف نرجع للدستورية يعني عشان كده وجدت المحكمة الدستورية. يعني هل راح يقل أدائهم او راح يكون عندهم ثغرة؟ ما انت عندك حلين يا استاذ محمود، عندك حلين دلوقتي في اشاعة الدولة الدينية او شبه الدينية او دخول الدين في السياسة، اما انك تلجأ للمفتي، والمفتي ده انا احط عليه علامة استفهام ليس المفتي الجمهورية،
لكن اي حد يفتي، شيخ في حاره يفتي، واحد في زاويه يفتي، فهو ده. او انك تلجا للدستوريه في القوانين لو انت دوله قانون، فانت لو دوله عرف هتدور على مفتي، ولو دوله قانون المفتي بتاعك هو المحكمه الدستوريه العليا، هو ده اللي موجود. طبعا ده ما بنشوفوش في الدول المتحضره، لان انا كمحامي في امريكا مثلا يعني ما بلجأش الى المحكمه الدستوريه علشان اقول القانون ده ضد الدستور، ما بيحصلش. اللي هي المحكمه العليا في امريكا اللي هي يعني تعادل او يعادلها المحكمه الدستوريه العليا في مصر. فالمحكمه الدستوريه مفعله هي، لان المنطق والثقافه احنا دايما مختلفين على القانون، يلجأ لمين؟ للمفتي. لو دولة قانونية المفتي بتاعنا مين؟ هو الدستورية. لو احنا دولة عرفية ودينية يبقى المفتي بتاعنا فين؟ شيخ الحارة. ما هو احنا لسه في دواخين يلمونا، يعني هذا الاعمال اللي بقول فيه تمر هندي. ما هو ده كده دواخين يلمونا، صح زي ما انت قلت كده. احنا مظبوط، يعني احنا الان يعني دولة انتماء وطني ولا دولة حسابات سياسية ومافيا، ولا دولة دينية تتبع راهب ولا تتبع شيخ ولا تتبع درويش طريقة ولا سني ولا شافعي ولا مالكي ولا كيف يعني مين؟ ما انا هقول لك حاجة اللي بالجيش والشرطة لما يسقطوا شهداء، هقول لك انا حاجة، لو وصلت على اي دين وصلت للشرطة، يعني الشرطة المصرية دلوقتي بيحل دمها من جميع العناصر الارهابية اللي موجودة. قبل اقتحام رابعة او قبل فض رابعة والنهضة كان في اتنين ضباط بيتناقشوا مع وائل الابراشي ان احنا في الاشهر الحرم، وانت عارف يعني ايه الاشهر الحرم، وانا الطبنجة في جنبي ومش هطلق بيها على ده مسلم زي يا عم، ده شايل سلاح، ده ارهابي، انت شرطة مفيش فايدة، لا الدين والعرف وشيخ الحارة قال له انت ضابط شرطة بس اوعى تقتل المسلم يا عم، مش مسلم ده، راجل ارهابي، ده راجل عنيف، ده راجل بيستخدم السلاح، ده هيموتك، ده هيسحلك. ابدا ما سمعش، سمع لشيخ الحاره، وعشان كده الشرطه راحت في داهيه الى ان جه وزير زي محمد ابراهيم وقال ايه اللي انتوا بتعملوه؟ اللي بيقول لي الاشهر الحرم وانك لا تعتدي على مسلم، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده فيه متهم شايل سلاح لازم تجرمه بالقانون وتقبض عليه وتحاكمه بالقانون. اتفضل يا استاذ محمود. انا بعتقد انه إذا ظل الحال على هالمنوال احنا قادمين على ثورة جديدة للعدالة الاجتماعية وتحقيق حرية الإنسان وفوضى جديدة وفوضى تمام. جديدة تمام. قلنا والمنطقة مش متحملة من حوالينا العمال بجرة، عشان إذا الناس ما بتسمعش، إذا كان لسه في عاقلين الناس ما بتسمعش، تفضل. الناس مش سامعة الثورة الأولى ولا الثورة الثانية، يمكن الثورة الثالثة تحصل إنها تجيب قيادات. يعني انا يعني انا متوخي الامل والنجاه في الثوره بتاعه 30 يونيو انها فعلا تحقق اهدافها، يمكن في عراقيل، لكن لو ما نفعش فعلا الشعب المصري لا بديل عن ثوره ثالثه او اعدام الشعب المصري. الثوره الثالثه يا اعدام الشعب المصري يا ثوره ثالثه. الثوره الثالثه اذا بدها تقوم ثوره ثالثه بدها مقومات وطنيه مهمه جدا، هي موجودة، رفض التدخل الخارجي وأي مساعدات من أي دولة كانت مالية أو غيرها. تمام. وراح تنجح الثورة، راح تنجح. أما إذا صارت الثورة تحت عباءة زيد وعبيد راح نضلنا في فوضى وليس ثورة. وإذا تجاوزت هاي السنة الفوضى إحنا في حال اقتصادي خانق وفي حال انحلال خلقي وازدياد للجريمة المفننة والجريمة الموردة والمستوردة، فإذا الموضوع راح يكون صعب. وأنا بدق ناقوس الخطر من الآن، بقول إنه الناس المدركين واللي عندهم حس وطني وما عندهم جوع وعمى سياسي وغباش في الألوان إنهم يتداركوا الأمر الآن ويحاولوا يغيروا كل هاي الوجوه الموجودة إذا كانت تمام. من رئاسة الدستورية إلى آخره. أنا معاك. ولازم يعملوا شيء سريع جدا قبل من أجل الإنسان المصري في سنة 1914 شكرا. لأنه احنا على وجه كارثة في المنطقة العربية كلها، والآن بعد السودان اليومين راح يبتدي التحضير للجزائر والمغرب. تونس هي خلاص هي، تذكروا كلامي، تونس ابتدت تمرد تفرض رأيها، حروبهم الأهلية والربيع العربي راح يبلش عندهم. تمام. الجزائر والمغرب والسعودية
وبعدين بيومين الامارات وتركيا. الجزائر بدا بدري، انت فاكر ايام عباس مدني؟ الجزائر بدا بدري قوي، عشان كده الجزائر ابتدت تحط رجليها على اول خطوات للديمقراطيه الحقيقيه. ما فيش لسه ديمقراطيه، ما في، الجزائر لسه في عندها غاز، في عندها غاز وارض كبيره، مستحيل ما يخلوها الشكل، لازم يكسروها الجيش تبعهم. لسه هذا شوية. الجيش المنظم لازم ينكسر اذا ما تاركوا الامر كمان الجزائريين الان. جبهة التحرير اللي صارت كلها امبراطوريات وديكتاتوريات بعد ما قدموا الشهداء من الستينات لحد الان هي جبهة التحرير. لسه برضه انتهينا، يعني انت بدك التحرير الانساني الان مش موجود، التحرير الفكري غير موجود، التحرير الاقتصادي غير موجود. ما احنا بناخذ ثورة بتصير كلنا اباطرة للثورة. تمام، الحرية مرتبطة بكل دول على رأس الثورة. إذا أنت راعي، إذا أنت أمير وأنا أمير، طب مين بده يرعى الحمير؟ بالظبط. يعني كلنا صرنا أمراء وما في حد عمال بيرعى الحمير. أديك قلت المثل يعني. لابد أن يكون في ريادة وقيادة وشعب وسياسة وجيش وشرطة ومهندسين ودكاترة وعمال وفلاحين، لازم. الدولة لابد أن تكون. أنا بهالعجالة بقدم التحية للشعوب العربية وبدعوهم كلهم لانتفاضة جديدة لرفع الظلم والوصايا، اذا كانت وصاية الخيانة العربية والزعماء العرب او التدخلات الاجنبية، حتى في قيمة ورقة تواليت صاروا يتدخلوا فيها، لان كنا العرب خانحين وكنا اصبحنا جبنة وارانب. تمام، يعني حتى الناس صارت ملت الملوخية في الارانب. شوفوا لكم حلة تانية يا عرب يا متنورين. لأن العاصفة والدمار قادم. وهم كلمة عرب حتى يعني خاصة بالجزيرة العربية، لأن العرب تلاحموا مع الحضارة الفينيقية، مع الحضارة الأشورية، مع الحضارة الفرعونية، مع حضارة الأمازيغ، مع حضارة شمال أفريقيا، ووصلوا إلى تركيا كمان، تفاعلوا مع الحضارة البيزنطية، ووصلوا لإسبانيا فتعاملوا مع الحضارة الأوروبية. إذن كلمة عرب دي يعني في مجملها أنه من يتحدث اللغة العربية لكنه ليس عربيا بالتبعية إلى الأصول الجزيرة العربية، لأنه هو له أصل حضاري آخر. وأنا لا أعيب بيها أو لا أتملك منها، لكن في الآخر خالص الحضارة الإنسانية أشمل وأعم في منطقة الشرق الأوسط، وأرجو أن الحضارة الإنسانية تصل إلى المفهوم العربي، المفهوم الإنساني، المفهوم الفينيقي، المفهوم الفرعوني، المفهوم الشمال أفريقي، المفهوم الإفريقي. الحضارة الإنسانية هي اللي خليك ترتقي بالإنسانية وتبقى إنسان معاصر، لك سياسة واضحة، لك اقتصاد واضح، لك حاجات معلنة، تبادل سلطة، الحاجات دي كلها ما تجيش غير بتنمية الإنسان نفسه. شكرا الأستاذ محمود، وإحنا سعداء جدا بمداخلتك، وإنت وحشتنا بقالك كتير ما دخلتش معايا. شكرا جزيلا أستاذ محمود. معنا الأستاذ ماجد. ألو. ألو أستاذ ماجد، تفضل. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، نشكر ربنا. اتفضل يا فندم. قبل المداخله الاخيره، ما اعرفش كان اسمه ايه الاستاذ مرجان، يا تقريبا حاجه استاذ مرجان، يا اسئله بس هو بيسال حضرتك اسئله اللي انا بسالها، بيقول لك فين حقنا قدام حق رابعه في حق الكنائس، بيسالك رديت برد دفاعي، بيقول لك فين حقنا في المواقف المعينة رديت رد دفاعي، بيقول لك فين المفروض تتحط الجماعة دي محظورة رديت رد دفاعي، بيقول لك لحسن السيسي يجيب القاتل المسيحيين بترد رد دفاعي. أنا عندي سؤال ولك الحق بغض النظر عن التايتل بتاعك. لا اتفضل. هل أنت من الإخوان المسلمين؟ أنا من... ولك الحق في الرد. أنا شعرت بهذا. أنت شعرت أن أنا من الإخوان. بالظبط. في ايه بقى، في اي ردود؟ ولك الحق في الرد، ده سؤال. طيب ماشي، ايه اهانة انا لست... اعتبرتها اهانة؟ لست من... لا انا لست من الاخوان المسلمين وبعتبرهاش اهانة. ما تعتبرهاش اهانة، اوكي. لا اعتبرها ليه اهانة، انت حضرتك بتهني على السؤال، يبقى انت المهين، يبقى انا مش هكمل معك. انا ما اهنتش، انا لو انا اعتبرتها اهانة هقفل معاك، انما السياسة، السياسة تحتمل الاختلاف في الرأي، السياسه تحتمل الاختلاف في الراي. حضرتك بتطالب بحق، ودي مش سياسه الدول المتحضره، ودي مش سياسه الدوله عايزه تتحضر. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيسموه ده امريكا مع الغالب دايما. لا امريكا مش مع الغالب، امريكا خدتهم الارهابيين وحطتهم في الحته اللي اسمها ما اعرفش ايه. انت بغلط الامريكيين؟ طبعا. طيب خلاص، ولا غيرك مش مغلط الامريكيين وبيقول مصلحتهم. اسمعني طيب استاذ ماجد، يعني اديني برضو فرصه ان انا اتناقش معاك. انت مغلط الامريكيين، في غيرك مش مغلط الامريكيين وبيقول ده مصلحتهم.
انا مغلط الامريكيين في غيري مش مغلطهم. مش يا عم كده. مفيش حد يغلط حد، احنا دولة لها سيادة. يعني انا النهاردة لو قامت الدولة واقصت الاخوان المسلمين تماما، هل الامريكان هيقوموا يضربوا مصر بقنبلة نووية؟ يعني جمال عبد الناصر قالوا له احنا مش هندي لك سلاح ومش هندي لك معونة ومش هندي لك قمح، قال لهم على $50 مليون على الجزمة القديمة مش هشرب شاي غير كل 3 ايام في الاسبوع. يعني ما قال السيسي وبنى نفسه بنفسه. السيسي تحدد. وانت ساعة ما جيت امريكا انا ما عرفش كنت مولود ولا لا، انا ما عرفش كان معاك كام دولار، ما لا يتعدى كذا الف anyway. لكن يعني بنيت نفسك ووصلت الى هذا المركز. ما فيش حد دخل امريكا وكان معاه $1 مليون. في الان دلوقتي دول الجماعة اللي هم اقل حاجة 500 الف عشان ياخد الاقامة. لا ما مش بالسهولة اللي حضرتك. اللي انا عايز اقول لحضرتك حاجة، في ساعات ردود بتبقى ردود سياسية وفن الممكن، دي بيتاح. لا سيبك من الموضوع ده، انا بس ثانية واحدة. انا مجال انا امريكا مجال، انا مش في مجال، في مجال الفن الممكن معاها. انا ناقشت الاستاذ رمسيس النجار وبيقولوا المادة الثالثة، قلت المادة الثالثة بناء على المادة الثانية وينزع الاثنين. ففي حد اخواني هيقول ننزع المواد دي؟ انت بادئ بهجوم. بس انا عايز اقول لك ان الهجوم ده مش انا الحل. عندي الحل النهائي. ان احنا سنظل مش الثورة الثالثة دي، هتبقى الثورة الـ18. يعني هنقعد كل 3 سنين نعمل ثورات ثورات لحد ما الشعب بقى خلاص يتقتل ويموت. ما انا قلتها الحل من الاثنين. انتوا قلتوها قبل كده مع الاستاذ محمد اللي كان قبلي. اما ان النخبة تستجيب للشعب واما ان الشعب يعدم، ملهاش حل تاني. ما هو دوت، ما هو ده اللي هيحصل. طيب لان النهارده لما هل في اخواني بيقول الكلام ده؟ طالعين داخلين على القوات الامن، داخلين عليهم برشاشات قانون طوارئ، المفروض ينطخوا نار. الست بتاعت اللي داخله على واشنطن المجنونه اللي هي الافرو امريكان اللي هي دخلت بس خبطت الحاجز، ما وقفوهاش ومسكوها ولا بتاع، ضربوها بالنار على طول. لا طلع معاها لا سلاح ولا طلع معاها عربية مفخخة ولا بتاع، دي ست كان عندها حالة عصبية. يبقى انت عايزني انافس سياسة امريكا المختلفة في مصر باني لا اقصاء ولا مش عارف ايه، واشتن تقعد مع ده وتنترشي من ده. ومين قال ان انا عايز انافس سياسة امريكا ولا الاتحاد الاوروبي؟ انا عايز انت دلوقتي بتنشئ دولة، انشأت دولة من 200 سنة وقلت انها علمانية لغاية يعني سنتين ونص فاتوا او 3 سنين، وحسني مبارك كان بيدعي في كل خطاباته الحفاظ على علمانية الدولة. ما اتحط الدستور 71 واتحطت المادة الثانية بالظبط، وعلمانية الدولة كانت موجودة والدستور الديني موجود. فده كذب، كله كذب. طب ما انا عشان كده ما عجبنيش الرد بتاع حضرتك مع الاستاذ اللي هو ايه؟ قلت لي مرجان اللي هو ايه؟ اللي هو ان لا ربع دي وضع تاني. ايوه ربع وضع تاني، سواء ده وضع عالمي على لا لا وضع تاني عالمية. وانا قاصد اللي انا بقوله وانها كهيئه يعني الازهر نفسه مهتم برابعه ويقدر يضغط على الحكومه. الكنيسه فين ضغطها على الحكومه؟ الكنيسه لا تمثل العالم كله ضغط على الحكومه والاتحاد الاوروبي وكل جميع الدنيا قالت الكنائس اللي اتحرقت دي. قالوا هنصلحها، لكن قالوا امتى؟ الرد الثاني قال لك حتى لو تعين بتتحدد. احنا خايفين لا يرجع سامي عنان والتاني ده هو، قال لك اطلبوا محاكمتهم. لا يرجعوا ايه؟ ده هو كان بيطالب بمحاكمتهم. المحاكمه نعم. لا تنم على تلميحات اعلاميه، لازم في حقائق ودلائل. الحقائق والدلائل معروفه يا استاذ على اليوتيوب. ده بالعكس، سامي عنان كتب مذكراته ان اللي قاتل من عربيات الجيش هي اللي دخلت على مينا دانيال وغيره. ايوه بس بقى يبقى في موقعه معينه متورط فيها الجيش، لازم يطلع لي المسؤولين عن الموقعه دي عن هو المسؤول دي ويحجم. كان سامي انا لف وادور ليه واقول سامي عنان او اقول طنطاوي؟ ما هو اللي كانوا موجودين في الموقع وقتها هل خدوا الاذن او ما خدوش بهذه الواقعة ولا لا؟ طبعا واخدين الاذن، وبلغ للقناة الاولى بانها تعلن انتظروا ما سيحدث الان. اذا مطلوب فتح ملف مسبيرو من جديد. ده انا كنت متوقع ان حضرتك تقوله، مش تقول لي لا دي مش لا. انت بتكلمني في رابعه، مقنع لدرجه انا شكيت فيه. لا 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 لا، انت بتكلمني في رابعه وصلحوا رابعه قبل ما يصلحوا الكنايس. لا قلت لك اللغه الطائفيه هي السيسي لما هيجيب سامي عنان واسمه ايه ده هو هيجيبهم للمحاكمه.
هو عايز يجيبهم للمحاكمه. يجيبهم للمحاكمه يا لازم يتحاكموا. انا قلت يحاكمهم ازاي؟ هيحاكمهم باي مبدا؟ قال لي انه قال لنا اسمعني بقى ان هم رؤساء الجيش ان هو رب البيت. يا عم اسمعني اسمعني، هو قال لي نجيب ساويرس ما تصفي امورك معاه. نجيب ساويرس قال ان سامي علان راح قال له ايوه ودي موجوده على اليوتيوب واتفرج عليها حضرتك صح حسن. طب وده مش دليل؟ قال له سامي عنان قال ثانيه واحده بس ده مش دليل الأخوان. ده مش دليل، انت صلح امورك معاهم مش دليل، هم اللي ماسكين البلد. هم دلوقتي مش ماسكين حاجه. قال لا، هو سامي عنان قال لي نجيب ساويرس دلوقتي؟ قالها له وقت ما كان الاخوان ماسكين البلد. اوكي ورفض. قال له ايام ورفض. الاخوان رئيس الدوله اخواني، جماعة الإخوان المسلمين متحكمين في الدولة من أولها لأخرها حتى الاقتصاد. صفي أمورك معاهم، هو هي دي المافيا الجديدة، عايز يقول له كده. قال له لا. قال له لا إزاي؟ يبقى سامي عنان عايز يصفي الأمور مع الإخوان. لا لا معلش، نجيب ساويرس سامي عنان بيطلع لي النهاردة نجيب ساويرس رجع زمن الإخوان. وسامي عنان عايز يترشح تاني انه يبقى قال رئيس جمهورية. طب لو في ناس لو في ناس عايزة ترشح سامي عنان تقول لها ايه؟ نقول لهم لا ما اقتنعوش. ده دي تاريخ اسود، نطلع الملفات اقرا الكتب زي ما بيقولوا. اول ملف كان مذكراته بخط ايده، سحبها الجيش ونقحها ورجعها تاني لجريدة الصباح عشان تتنشر، وقال دي اسرار عسكريه. ودي اسرار عسكريه ضد القانون. ما انت مصطدم بالقانون المصري، هات سامي عنان ومشير طنطاوي يقول لك دي امن قومي اسرار عسكريه، مفيش دليل هيتمسك. يعني دي اسرار عسكريه ما تطلعش بره، دي خيانه للدوله، دي خيانه للامن القومي. حلو. واحد خاين للامن القومي؟ عايز ترفع عليه قضيه بهذا الوضع ماشي، ولكن في الاخر خالص يقول لك ما في ناس رجعت بعد قضايا. انا هقول لك هم هيقولوا ايه. تداركنا الامر وسحبنا المذكرات وشيلنا الحاجات اللي عليها شبهه ورجعناها تاني. انت اوريدي اتعرضت. ان ما كانش يقوم ولي الامر باظهار المستند والدليل لمحاكمه هؤلاء مش هينفع اي محاكمه ليهم. لا، في معاهم المستندات والدليل ودي كلها على اليوتيوب. الكلام كله كان بينزل بالكلام والبوق. استاذ ماجد، احنا مع علمانيه الدوله، وعلمانيه الدوله تتطلب حوارا سياسيا خالصا بغض النظر عن الاديان، نفصل الدين عن الحوار السياسي، نصل الى حل مع هؤلاء او لا نصل الى حل مع هؤلاء. هي دي قضيتنا الان. ناصر وهو قال الدين لله والوطن والجميع، ولا اؤمن باي بطرك الا بالانبا كورولوس لانه كان انسان حكيم، وفيما بعد هذا كلهم حكماء ولكن لا ينفع ان يكونوا سياسيين. ولا ينفع ان يكونوا سياسيين بالزبط. ولا ينفع ان يكونوا قياديين ولا لا، قياده روحيه مميزين. قياده روحيه ما يعني عشان مش كلامنا ومش مجالنا، فيعني عشان ما ناخدهاش بشكل مطلق. شكرا يا استاذ ماجد، وانا سعيد بمداخلتك وبهجومك. وعلى فكره يعني ده اسراء للفكر ان تكون مختلفا معي لا ان تكون متفقا معي. شكرا جزيلا. معنا من نيويورك. الو الو استاذ نبيل مجلع. احنا في نيو جيرسي، في جيرسي سيتي حضرتك. من نيو جيرسي في جيرسي سيتي الاستاذ نبيل مجلع، اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك شعوري الاول، انا بقالي 40 سنه في امريكا اولموست، يعني 33 سنه عمري ما احتفلت في 6 اكتوبر ولا احتفلنا بالعيد دوت. لاول مره بنحتفل في جيرسي سيتي في جونا سكوير، واكثر من 2000 نفر مسلم ومسيحي بنهتف للجيش وللفريق السيسي ان ربنا يحافظ عليهم ويوفقهم. احنا النهارده الوطن كنا الاول بنخرج مظاهرات عشان كنيسه بتتحرق، عشان بنت بتتخطف، لكن النهارده احنا عندنا وطن بيتسرق مننا. لازم نتوحد كلنا مسلمين ومسيحيين عشان نعدي المرحله ديت، مرحله الاخوان المسلمين والسلفيين. يعني السلفيين اخطر من الاخوان المسلمين. فالفريق السيسي هو الانقاذ لمصر صدقني. يعني لو تيجي تشوف الاحتفال معايا هنا في جيرسي سيتي، المسلمين والمسيحيين عاملين ايه مع بعض، ما تعرفش تفرقنا من بعض. يعني مسلم مسيحي ايد واحده، الهتافات شغاله، كلنا بنهتف للجيش، كلنا ايد واحده. عايزين ننسى موضوع ال انت مسيحي. يعني احنا النهارده في مرحله خطره جدا عشان مصر.
بس الدولة مش ناسية يا أستاذ نبيل، أنت بتنسى كفرد وهم بينسوا كأفراد، لكن الدولة حطها لك في الدستور إن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. ما هم عمرهم ما هيحطوا لك دين المسيح يا عم، احنا لازم برضك تبقى ولا نحطها دين يعني مسيحي ولا دين اسلامي. دولة اغلبية مسيحية، احنا مش عايزينها دولة دينية خالص، احنا عايزينها دولة مدنية يحكمنا فيها السيسي. يعني يا ريت تبقى دولة مدنية والسيسي، هم دول اللي عايزينهم من ربنا. السيسي مطلب شعبي الآن وأنا أحترمك على هذا المطلب، ويمكن الأمل هو اللي بيقول إن السيسي عقلية متفتحة. أنا عندي شعور، أنا قلت للأستاذ عمرو أديب بس لازم أقوله لحضرتك. قول. أنت فاكر زمان لما ربنا بعت موسى لشعب مصر لإنقاذه من اللي كان فيه؟ أنا بتخيل إن ربنا بعت لنا السيسي دوت لإنقاذ مصر من الخراب اللي كانت هتدخل فيه. المخلص والمنقذ. أقول لك بقالي 33 سنة في أمريكا أول مرة أحس إن أنا مصري بعد ما السيسي عمل خطابه، لان احس ان طب وليه خدت مثل موسى النبي، ما خدتش ليه مثل يوسف الصديق انه جه وغزى العالم كله 7 سنين؟ طب انا اقول لك على حاجه، انا امبارح لما عمرو اديب زع الحديث بتاع السيسي قلت في البيت ان ده يوسف الصديق بتاع مصر. تمام، شكرا جزيلا، واحنا كلنا يعني امل وطموح في ان فعلا مصر تتغير على ايد السيسي وشعبها. في نيويورك وجيرسي احنا واقفين الساعه 4 يجي يشارك معانا مسيحي او مسلم، احنا بنهتف مسيحي مسلم ايد واحده. ده في جيرسي سيتي. حد عايز يجي لنا احنا في جيرسي سكوير لغايه الساعه 4. قول تاني العنوان يا استاذ نبيل. في جيرسي سيتي في جيرسي سكوير، اكبر ميدان في جيرسي سيتي. ومسلم مسيحي ايد واحده، والشعب المصري لابد ان يعي هذا الهتاف وانه ما يحطش في دساتير من يكسر هذا الهتاف. شكرا استاذ نبيل مجلل، مع السلامه، ربنا يخليك. معنا لقاءات ثانيه. استاذ صفوت برسوم، صفوت برسوم كان معانا مش كده؟ طيب اوكي ماشي. هو كان صفوت برسوم قال لنا ان في النهارده وقفه في جيرسي سيتي، وزي ما قال استاذ نبيل مجلع الوقفه ضمت اكتر من 2000 واحد مسلم ومسيحي وايد واحده وراء القياده، اقول العسكريه ولا اقول السياسيه ولا اقول الحكومه المصريه مش عارف، لكن هو الان هم اتفقوا على ان السيسي هو القائد في مصر، وبصراحه يعني ليهم عذرهم. وهذا الرجل اللي قال مصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا، دي شعارنا النهارده في احتفال المصريين 6 اكتوبر. طبعا في اخبار سيئه كتير قوي من تهجم على مش عارف مين وفاه مين والكلام ده كله، القلاقل دي يمكن اعلنوا عنها من الاول انها ممكن تحصل، ولكنها في الاخر خالص لابد للشعب المصري ان ينتصر في الاخر ويزيل الغمه. اما اتهامات بان الراي والراي الاخر في حاجه مش مظبوطه، الذي يصحح الراي هو الراي الاخر دايما، لو الراي انت مش مخالفه مش هيصححه، سواء انا اللي قلته غيري قاله، واحد من المتداخلين، واحد من المحامين، واحد من السياسيين، لابد ان يكون هناك خلافا للراي، والا نبقى نسخ مكونه من بعض. ولكن في الاخر خالص الهدف الذي يجمعنا هو مصر، مصر والتقدم المصري، الدوله الدينيه تعوق الحركه المصريه بالكامل. القرار السياسي الان وارض الواقع احيانا يكون متسلطا على الراي، ولكن هذا لا يمنع ان يكون في نفس الاتجاه. يعني إقامة شيء من العذر وفتح البيبان للحديث ده شيء من أنواع تواجد الحديث نفسه، لكن لا يجب المصلحة العامة أو لا يجب الاتجاه والهدف اللي احنا كلنا بنسعى إليه، أن تكون مصر دولة حديثة هبعد عن مدنية وعلمانية، الدين فيها محترم، أهو بقولها أهو، الدين فيها محترم وفوق الرؤوس، ونستمد منه القيم والحضارة، ونستمد منه أيضا إيه الأخلاق اللي هي الحد الأدنى منها. إيه الحد الأدنى منها؟ هي سيادة القانون وتنفيذ القانون، يعني القانون هو الحد الأدنى من الأخلاق والقيم. يعني لما تختلف مع واحد في قانون في البلد، ليه؟ لأنه تعدى حدوده، فحتى ما بتردش الاعتداء بتقول له في قانون في البلد، وبتروح وبتشتكي وهتاخد حقك بالقانون. هو ده الحل الوحيد، ان الاخلاق والقيم تتحط على اول درجات الحد الادنى. ظهر الحد الادنى ده ورانا ورانا، لكن هو تنفيذ سياسة القانون. كونك انك انت بقى بتلعب بقى في الحد الادنى وعايز القانون يبقى على هواك، على هوا طائفة معينة، على هوا جماعة معينة، انت
انت مش قد الشعب المصري. في الاخر خالص الشعب المصري هيعي جيدا وهيقرأ سياسيا جيدا المستقبل والطالع له زي ما بيقول. وفي الاخر لا يصح الا الصحيح. من هذا المنبر المحترم انا بأحيي كل المتداخلين المتوافقين معي والمختلفين معي ايضا، لان الاختلاف لا يفسد للود قضية، ونحن كلنا في هدف واحد نهدف الى ان مصر تكون قوية بشعبها، مش هقول لقبتي ولا مسلم، هقول بشعبها المصري، شعبها المصري بأرضها المصرية بصحاريها المصرية بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط بالسواحل شرقية وشمالية، مصرية بسيناء المصرية بالنوبة المصرية بالنيل المصري بالمدن المصرية بالأحياء المصرية. كل شوف مصرية جميلة ازاي وتجمعنا، والعلم المصري يجمعنا ازاي. هكذا نقول ان شعبنا العظيم هو الشعب المصري، وجيشنا العظيم هو جيش مصر العظيم اللي بنأدي له التحية وبنقول له كل سنة وانت طيب يا شعب ويا جيش في مصر. بمناسبة 6 اكتوبر وكده احنا وصلنا لنهاية التغطية النهاردة، وبنعتذر على ان ما خدناش بعض المتدخلين او تأخرنا عليهم في الاستجابة على التليفونات، نظرا لان الحوار لابد ان يأخذ مجراه، ونحن بنستفيد وغيرنا بيستفيد والمشاهدين بيستفيد. على الله يكون أدينا الرسالة اللي علينا، وان شاء الله نشوفكم في احداث قادمة كلها نقول ايه رؤى متفائلة بمستقبل مصر ومستقبل شعب مصر، وان شاء الله ده هيحصل. وانا متفائل جدا ابراز الحاجات السلبية اللي موجودة علشان تضيع ويبقى الكل ايجابي والكل يصنع مستقبل وحضارة مصر ايضا، لان مصر تستحق مكانة كانتها الطبيعية هي من الدول المتقدمة وليست من الدول المتخلفة. أشكركم لمتابعتكم للحدث، وإن شاء الله في لقاء في أحداث أخرى إن شاء الله تكون سعيدة وتكون لصالح المصريين جميعا. إلى أن نلقاكم، لكم القناة الفضائية أجمل أمنيات بالسعادة.